اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي خط احمر وحلقه جديده. بالتاكيد يا فارس، يعني كلنا تابعنا بشغف كبير جدا وجماهير النادي الاهلي الحاله الصحيه للاستاذ العمري فاروق الوزير الاسبق ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وبالتاكيد يعني خالص الدعاء بالشفاء وانه يعود لبيته سالما غانما ان شاء الله. يعني في الفتره دي كلنا بنتمنى يكون، يعني مش بس جماهير النادي الاهلي، جماهير كره القدم المصريه بشكل عام فارس، يعني تدعو للاستاذ العمري فاروق يعدي من هذه المحنه الصعبه ويخرج منها بمنحه ان شاء الله. والله يا اسامه، يعني لعل الواحد بيراهن على دعاء الناس وبيراهن على حاله الحب اللي احنا شايفينها من مختلف الأندية ومختلف المسؤولين. يعني أعتقد حالة حب وحالة دعاء وحالة تمنيات بالسلامة أكيد بتعكس يعني كل تمنيات الناس بالشفاء للأستاذ العمري فاروق الوزير السابق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. خالص التمنيات بالشفاء ودعوات الملايين لأنه هو يرجع بخير ويرجع أسامة لأهله وأحبائه، وإن شاء الله بإذن الله تكون كبة وتعدي. بالتأكيد بالتأكيد، وشفنا قد إيه تجمع يعني كل محبي النادي الأهلي وزيارات لا تنقطع، وإن شاء الله بإذن الله مع دعوات لا تنقطع يتم الشفاء على خير إن شاء الله. بالتأكيد تابعتم يعني قبل لحظات أو قبل ساعات بسيطة جدا مباراة الأهلي والجونة، وهي المباراة الخامسة للنادي الأهلي في مسابقة الدوري العام. مباراة يعني كان عندك أفضلية في النتيجة، للأمانة ما كانتش الأفضلية واضحة في الأداء بشكل كبير، ولكن كان في أفضلية في النتيجة عن طريق الهدف الأول اللي سجله مودست، ولكن قدر فريق الجونة أنه يحصل على ركلة جزاء صحيحة ويسجل هدف التعادل. والنتيجة للي شفناه في المباراة بنتكلم بمنتهى الوضوح عادل جدا، لأن عندنا بعض الأخطاء اللي لازم يعني نصارح نفسنا بيها ونواجه نفسنا بيها ونستغل فترة توقف الدولي عشان نرجع تاني نشوف صورة النادي الأهلي اللي كان عليها الموسم الماضي من قوة، وحتى صورة النادي الأهلي اللي بدأ بيها موسم الدوري. انت لعبت مع مباراة المصري مباراة كبيرة، وقلنا ان اللعيبة نزلت يعني تصالح جماهير النادي بعد الإخفاق في بطولة السوبر الأفريقي، ثم مباراة الإسماعيلي حتى وإن كان الأداء مش أفضل شيء ولكن قدرت تسجل 3 أهداف وتفوز، ثم بدأ الأداء مع دخول بطولة السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي في التراجع شيئا فشيئا، ولكن كنت بتقدر أن أنت تكسب في الدوري ومحافظ على أن أنت مش قادر أو مش بتفقد نقاط. النهاردة الحقيقة تغيرات كثير جدا في التشكيل الأساسي، كان عليه علامات استفهام كبيرة جدا جدا، وكان طبيعة الحال ان الماتش يهرب من ايديك لانك انت اهدرت 45 دقيقة من عمر المباراة في تشكيل كلنا كنا مقتنعين ان صعب جدا، لعيبة مفيش بينها اي انسجام، ولعيبة زي كريم نيدفيد ما نقدرش اننا نتجنى عليه، ولكن كان جاي ما لعبش اي دقيقة وبيتحط في التشكيل الاساسي، فشفنا خط الوسط مش قادر يقدم الدعم لا الدفاعي ولا لخط الظهر ولا الدعم الهجومي. عندنا سلبية كتير بالتأكيد، عندنا استقبال الاهداف بمعدل يفوق يعني بداية الموسم الماضي، واضح جدا، واضح حالة عدم تركيز، واضح حالة أخطاء كتير جدا بيقع فيها الخط الخلفي مع حراسة المرمى، واضح أن أنت هجوميا مش أفضل حالة تحديدا في هذا الأسبوع. عندنا توقف دولي نتمنى أننا نبني عليه ونقف وقفة قوية مع سلبياتنا، عشان بالتأكيد احنا محتاجين أننا نصدر للمنافسين أن النادي الأهلي بالأداء قادر على أنه يحسم بطولة الدوري مبكرا. الإيجابية اللي تقدر تطلع بيها من مباراة اليوم إن أنت متواجد على الصدارة بفارق الأهداف، كان ممكن تتواجد على الصدارة بفارق نقطتين ويكون عندك لسه مباراة مؤجلة، فتبعد عن نادي بيراميدز بخمس نقاط في حالة فوزك في المباراة المؤجلة، أو تبعد عن منافس آخر وهو نادي الزمالك يعني بما يقارب 10 نقاط. أعتقد ده كان هيديك دفعة معنوية إيجابية جدا وهيصدر الإحباط للمنافس. أخطر حاجة ممكن تفقدها في سيطرتك على الدوري العام ان انت لما تكون على القمه تبدا تصدر الامل للمنافسين بانك تقدم اداء مش قوي، بانك تفقد نقاط، فتبدا تعالج او تمنح قبله الحياه للمنافس. نتمنى بعد التوقف الدولي ان شاء الله باذن الله مارسيل كولر والجهاز الفني واللاعبين الجميع مسؤولين مسؤوليه تامه ان هم يعيدوا الصوره الذهنيه القويه للنادي الاهلي، ونبدا نصدر مره اخرى الاحباط للمنافسين، خاصه وانت راجع في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع ميدياما في يوم 25 نوفمبر بعد التوقف الدولي. أعتقد يا فارس كان مهم جدا جدا أن أنت
تبقى اولا متصدر الثقه لجماهيرك من الاداء، لان الاداء هو اللي بيجيب النتائج. ممكن النتائج تكون مساعداك ولكن الاداء يديك قلق. ومهم ايضا ان انت تصدر احباط للمنافس ليك. انت حاليا بتدخل المنافس ليك في الجيم مره ثانيه، بتقول ان الدنيا قريبه، بتوصل رساله ان انا ممكن افقد نقاط، وبالتالي اقدر اشتغل على سلبياتي كمنافس واحاول ان انا استعيد مره اخرى التنافس معاك. طيب انا هاخد من كلام اسامه في حته الاداء اللي بيجيب النتائج، انا مع ده جدا. يعني اكيد انت وانا وكل اللي بيتفرجوا علينا عندهم سؤال، في ايه؟ في ايه؟ انت ملاحظ ان في تغيير، انت ملاحظ بالعين المجرده ان في امور تتعلق بالاهلي فنيا مختلفه. اكيد انت ملاحظ ده، واكيد انا ملاحظ ده، واكيد الجهاز الفني ملاحظ ده. طيب ليه الاداء بيجيب النتائج مش النتائج اللي بتجيب الاداء؟ احيانا ممكن تراهن ان وانت وحش تعرف تكسب، ودي سمات الفريق البطل، والنادي الاهلي فريق بطل. يعني في بعض المباريات انت ممكن تلعبها ما تكونش الطرف الافضل بس تعرف تكسب، انما لو ادائك وحش في المباراه دي ثم استمر بالشكل ده ما تراهنش طول الوقت على ان النتيجه اللي انت فزت فيها هتجيبك في الاداء وتخليك تتحسن كاداء. لا، على العكس، انت لو في الاداء جيد وبيقابلك سوء توفيق وبيقابلك نتيجة متعسرة، بيقابلك إن سيناريو المباراة كأداء ما بيعكسش نتيجتها، أنا ما بقلقش من المباريات دي. إنما اللي حاصل هو العكس. اللي حاصل إن ربما بتحقق بعض النتائج الإيجابية في الدوري بعد ما رجعت من السوبر ليج، بس أنت مش كويس. أنت مش كويس، دي حقيقة. أنت جيت في السوبر ليج أربع مباريات ما بتكسبش. أربع مباريات ما قدرتش تحقق فوز. هتقول لي اصل ظروف المباراه وفي مباراه كنت فيها، ما هو تمام، ما انت كسبت سيراميكا بظروف المباراه برضه. فاذا ما تركزش للنتيجه، انا عايزك تبدا تروح هو انت ما كسبتش عشان النتيجه بس طلعت سلبيه بس كنت عامل اداء كويس، ولا انت فعلا عندك مشكله؟ لا، انت فعلا عندك مشكله. ايه هي المشكله؟ انك بتستقبل اهداف طول الوقت، انك تحولت من فريق صعب جدا يدخل فيه اهداف لفريق بيلعب 8 مباريات بيستقبل اهداف في 7 مباريات منها. هل دي علامة استفهام؟ اه طبعا، لازم تحطها على جنب كعامل محتاج تشوف فيه ايه. طيب انت جيت لعبت مباراة المقاولين كسبت، طب السؤال وضع المقاولين ايه؟ الفريق قبل الاخير في جدول الترتيب وقتها، الفريق الاضعف دفاعيا في الدوري وقتها فكسبت. طب مباراة سيراميكا هيد تو هيد طول المباراة انت راس براس، فيها هجمات فيها هجمات، السيراميكا ليه 17 محاوله وانت 16، عنده طرد من الدقيقه 68 كسبت. طب هل ده فوزك في مباراه المقاولين وسيراميكا كان يعني بالضروره ان انت حالتك اختلفت عن السوبر ليج؟ اطلاق وجهه نظري اطلاق. ليه؟ لان عندك نفس الاخطاء، سواء استقبال الاهداف او اهدار الفرص او حالتك الفنيه اللي انا شايف فيها غياب للاصرار، غياب للحماس، غياب لفكره الرغبه اللي انا شفتها بعد مباراه سان داونز. امتى؟ سان داونز السنه اللي فاتت بعد ما خسرت خماسيه وكنا كلنا شايفين الدنيا صعبه قوي. بس مين اللي ما كانش شايفها صعبه؟ ومين اللي كان مصدق؟ ومين اللي كان عايز يرجع في الموسم؟ الفريق. فعمل ايه؟ رجع. كنت شايف الاصرار، كنت شايف الحماس، كنت شايف القدره السريعه على اجبارك كمشاهد انك او مشجع انك تغير رايك. وتقول لا، الفريق اللي خسر بخماسيه ده قادر ياخد اللقب. شفتها في مباراه الهلال السوداني في مصر، وشفتها في القطن الكاميروني بعدها باسبوع على طول، رديت برباعيه خارج الارض وحاجه. يعني يا جماعه هو ده، انا كل ما اخشاه في كره القدم هو رد الفعل. اكتر حاجه بالنسبه لي بركز فيها رده الفعل القويه. فانت بالنسبه لك كان رده الفعل الفتره الاخيره مش ظاهره. حظ الاهلي وشيء جيد جدا زي ما اسامه كان بيقول لكم ان عندنا فتره توقف. هل الامور قابله للتصحيح؟ جدا جدا، وانا بقول لاكثر المتشائمين الامور قابله للتصحيح. انت لسه ما عندكش بطوله وضعك فيها حرج، انت في الدوري متصدر داخل على بطوله بادئها بمديامة اللي هو فريق في المتناول، وعندك فتره. القصه كلها فين في الفتره دي؟ هتعمل ايه؟ هتشتغل على ايه؟ فكرتك ايه؟ هتفوق نفسك ولا لا؟ وانا شايف انك قادر، بس مهم جدا يا اسامه انك تصدق ان انت قادر. ده حقيقي، ومهم جدا ان انت تشتغل على الصوره الذهنيه واللياقه الذهنيه للاعبين. وقصه الروتيشن الكتير من وجهه نظري ممكن زي ما هي ممكن بتريح بعض اللاعبين، ولكن لها اضرار، اضرار شفناها النهارده وكنا شايفين النهارده ان الشوط الاول مش في افضل حالاته، فريق الجونه لو كان
قدر ان هو يضغطك بشكل كبير جدا ويستغل منطقه ما بين خط الوسط وخط الدفاع. المنطقه دي كان فيها مساحات شاسعه جدا وكانت تقبل بالتسديد، ولكن الحمد لله ان الجونه ما كانش طمعان في المباراه بالشكل ده. يمكن احصائيات المباراه فيها بعض السلبيات اللي هي بتنقل لك الصوره دي. لو الاحصائيات عن المباراه جاهزه عشان برضو نتناول هذه الاحصائيات، وان كنت اعتقد ان احنا قادرين وما زلنا الكره في ملعبنا. عندك مباراه مؤجله، انت في الصداره بكل ده، وده لازم تبني عليه وتاخد الشكل الايجابي. ان انا وانا مش في افضل حالاتي كنادي اهلي انا قدرت اتصدر جدول الدوري، بس ما ينفعش اكمل بالشكل ده، وبالتالي انا محتاج ان انا اقدم شكل مختلف وارجع تاني للاهلي اللي بدا الموسم امام المصري. سرعه في الاداء، انتشار، اصرار على الفوز، نتائج كبيره، 4 اهداف، 3 اهداف، ثم سان جورج 3 اهداف واربع اهداف. قادرين نرجع لده، ونفس اللعيبه دي بنفس الجهاز الفني ده بنفس الجماهير دي قادرين اننا نصحح الاخطاء والسلبيات البسيطه اللي عندنا عشان نحسم مبكرا بطوله الدوري. لو قدرنا نرجع تاني لبدايه الموسم انا بقول لكم هنحسم بطوله الدوري بشكل مبكر جدا. الاحصائيات جاهزه يا جماعه؟ طيب على ما تجهز دي الاحصائيات. ليه انا عايز اجيب ليه عايز اجيب الاحصائيات دي؟ لان في نقطه بالنسبه لي هي اللي فيها سلبيه صعبه جدا. انت النهارده ليك 16 محاوله على المرمى، 3 فقط لغير اون تارجت، 3 يعني تخيل، 3 اللي جا منهم طبعا جول مودست اللي هو جول بيعبر عن هدف لمهاجم، يعني على عكس جول امبي كان في بعض التوفيق وتضرب في مدافع وتدخل، لا ده استلام جيد جدا، وسع لنفسه بشكل كويس جدا، تقلع الكوره، سجل هدف كويس، نقدر نقول ممكن يديله دفعه ويديله ثقه في المواقف القادمه. لكن 3 كرات فقط لغير اون تارجت من 16 ده رقم سلبي. ان انت يتسدد عليك 9 تسديدات انا بشوف ان ده برضو رقم كبير وبيدي يعني انطباع ان انت مرمك بقى يعني سهل الوصول اليه. على المقابل الركنيات، والركنيات في وجود مودست، وجود رامي ربيع، وجود ياسر ابراهيم، ولاعيبه بتقدر تجيد العاب الهواء و12 ركنيه وما تقدرش تستغلهم ان انت تسجل، اعتقد دي برضو سلبيه لازم نقف عندها. انا مش هروح افارس للاستحواذ لان ده امر بديهي وشيء طبيعي، لكن انا رايح لنقطه كانت مهمه جدا، فكره الاون تارجت ودقه التسديد على المرمى وكمان الركنيات. النهارده جالنا 12 ركنيه كنا نقدر نسجل منهم وكانت بتصنع خطوره على فريق الجونه، ولكن لم نستغل ده. بص انا عايز اخد حاجه كنا بنتكلم فيها، فكره الروتيشن. الروتيشن شيء مهم جدا وانت بتلعب على عدد من المحاور زي ما احنا شايفين النادي الاهلي بيلعب على بطولات، محتاج الروتيشن كشكل حتمي. ولكن الروتيشن ده يا جماعه في رايي احد اصعب الحاجات في كره القدم، اللي فعلا مهما كانت كفاءه الفرق لو ما اتعملتش بحرفيه شديده لها تاثير سلبي. يعني مستر مانويل جوزيه كان له طبيعه فكره العناصر الاساسيه والروتيشن في اضيق الحدود، ويمكن حتى كان في كلام شهير لمورينيو قبل كده، جوزيه مورينيو طبعا، على مستر مانويل جوزيه في فكره اعتماده على مجموعه معينه من اللاعبين، وكان للتشبيه وكانه هو بياخد غابه من الاشجار لحد ما يستهلك الاشجار دي والغابه تتحول لغابه يعني جرداء ما فيهاش اشجار. دي وجهات نظر. يعني مستر مانويل جوزيه كان من المدرسه رغم البطولات اللي وقتها وتلاحم المواسم برضو كان فكره هو بيحافظ على عناصر معينه. هل ده انت قادر تعمله دلوقتي؟ هيبقى صعب قوي. ولكن روتيشن بمين وازاي وامتى؟ اتمنى في الفتره الجايه نبدا نعيد حساباتنا في ده، لان احنا شفنا برضو في جزء ايجابي. كريم الدبيس للامانه يعني لاعب انا بيديني الى الان اكتر مما انا متوقع منه. اللاعب يا جماعه طبيعي لما يدخل مكان معلول تحس ان في جاب كبير جدا، وده طبيعي وشيء ما يعيبش اي لاعب يلعب مكان معلول، ولكن قارن باي حد ممكن يلعب في الحته دي، لا انا بشوف كريم الدبيس الولد عنده شخصيه فعلا مبهره، وفعلا ينقصه خبرات مباريات كبيره يتحط في مواقف وان احنا نصبر عليه، ده لاعب ينفع تصبر عليه، حتى لو غلط ينفع تصبر عليه، ليه؟ لان اداك ان عنده الامكانيات وهو لسه بيبدا. كمان كريم فؤاد يا جماعه لاعب كل ما بينزل انا بحس ان اللاعب ده ليه بصمه في الملعب وروح، كل ما بينزل يا اسامه مستحيل تكون مفارقه. وانا اكتر نوعيه لعيبه بتقلقني اللي هو ممكن مره يبقى كويس قوي مره يبقى بعيد قوي، يعني حتى هو كويس انا ما بعرفش افرح، انما كريم فؤاد مختلف. كريم فؤاد تحس انه لما بينزل هتعرف انك على الاقل هتديه 8 من 10، على الاقل هتديه 7 من 10، عمره ما هيخذلك تروح مديه 2 من 10 او 3 من 10. فده لعيب انا شايف ان لو كنا بدانا بكريم دبيس وكريم فؤاد كان هيفرق. عايز برضه اقول حاجه لازم كلنا نلاحظها، ليه عندنا اختلاف في الاداء؟
احنا يا جماعه كان عندنا ثلاثي هو عمرو السوليه حمدي فتحي واليو ديانج. ما تيجي تبص على الثلاثه دول، انا كنت بقول هنا في البرنامج ان الثلاثه دول مش الافضل داخل الاهلي، هو الافضل داخل الدوري يا اسامه، ومش بس داخل القاره. انا في رايي هناك منتخبات، بعض المنتخبات في افريقيا كانت لا تملك ثلاثي في الوسط بجوده الثلاثه دول، فدول كانوا فعلا عنصر مختلف. النهارده وانت بتبدا ما عندكش اليو ديانج، ما عندكش حمدي فتحي، ما عندكش السوليه، يمكن امام عاشور دخل، هو كمان ما كانش بيشارك النهارده، فده جزء مؤثر جدا. ارجع واقول الحرفيه هي ازاي انك يكون عندك العناصر اللي في الوسط دي تقدر تخليك محافظ على الفكره اللي كانت عندك، انك عندك ثلاثي ارتكاز بيشيلوك دفاعيا وبيشيلوك هجوميا، وهي دي المعادله. انت ليه شايف نفسك ان السنه دي عندك مشاكل دفاعيه؟ البعض بيروح على طول لخط الدفاع، انا اسف ده غلط، وخط الدفاع فيه مشاكل وحراسه المرمى انت عندك بعض مثلا، هنا كان افضل، هنا ممكن يحصل كذا، كل ده عادي، بس انت مش دي المشكله. الحمايه اللي المفترض تتوفر في مشكله قبل الخطوه بالظبط مش متواجده بشكل كافي، لان انت طول المباريات بتلعب بثلاثه بيتغير فيهم بشكل مستمر، فما فيش انسجام ولا تجانس. ولكن انا عايز اضيف هنا الكلام فارس، هو بيتكلم عن كريم الدبيس وبيتكلم عن كريم فؤاد، اضيف احمد كوكا، احمد امير كوكا الحقيقه ايضا نفس القصه، لاعب بيجي من بعيد، بيجي يبدا يشارك بشكل اساسي، بيقنعك انت كمشاهد، بيقنعك في الاستوديوهات التحليليه، بيقنعك كمدير فني ان انت قادر تعتمد عليه وان قادر يديك الاضافه. أنا أتمنى إن كولر خلال الفترة دي يستقر بشكل واضح على ثلاثي وسط الملعب، ويكون التغيير فيهم في أضيق الحدود، لأن طريقة 4-3-3 أهم ما فيها الثلاثي ده. الثلاثي ده هو اللي هيقدر يديك الأداء اللي يقدر يعمل بالانس ما بين الحالات الهجومية والحالات الدفاعية. مش عاوز أنا ألاقي حالة هجومية ممكن تكون كويسة جدا بس على المستوى الدفاعي أنا في مساحات خضراء يقدر المنافس يتعامل من خلالها. انا النهارده للامانه ما كنت شايف دفاعيا ولا هجوميا، ولكن هي مباراه خلاص ناخدها درس نتعلم، جاي لنا بعد التوقف، ودي طبعا جماهير النادي الاهلي اللي البعض يا جماعه بيحاول ان هو يروح لسكه جماهير النادي الاهلي ويفتعل المشكله ويفتعل ازمات، كان في هناك مشكله ما بين جماهير النادي الاهلي المسافرين من القاهره وجماهير النادي الاهلي اللي في الجونه. والحقيقه انا مستغرب جدا من فكره تناول هذا الامر، لان الحقيقه انا ما بشوفش تركيز واضح بالشكل ده في مباراه الدوري، على ان ممكن يعني شاب يكون متحمس بيقول رايه في لاعب، فلاعب تاني شاب تاني يرد عليه يقول له لا ده اللاعب ده كويس، وقصص بتحصل في كل المدرجات. لكن محاوله تصويرها بقى على ان هناك انقسام بين جماهير النادي الاهلي القاهريه وجماهير النادي الاهلي المقيمه في الجونه والكلام الكبير ده، انا شايفه بصراحه هو نوع من انواع تصدير ازمات حتى للجماهير. وهنا لابد ان ننتبه من القصه دي. احنا هنا في قناه النادي الاهلي دائما وابدا يعني بنحاول اننا نوضح لكم الصوره الحقيقيه. بنطلع وقت الاخفاق بنقول عندنا بعض السلبيات، بنطلع وقت يعني ممكن ترجع لها برجوي، بنطلع وقت الفوز بنقول اسباب الفوز واسباب تحقيق الانتصار. ففكره ان يبدا حد يتعامل مع تعادل اول في الدوري ويبدا يقول لك اصل جماهير النادي الاهلي في مشكله، ويبدا يقول لك اصل في مشكله بين الجماهير اللي مسافره من القاهره، يعني انتوا رصدتوا كل ده من لقطه شد او جذبه حصلت على كره او على راي او شيء من هذا القبيل، رصدنا كل ده وبدانا نقول اولتراس اهلي والتراس اهلي في الجونه، ده كلام طبعا بالنسبه لي مرفوض وغير مقبول، ومن وجهه نظري خرج بره المباراه اللي فيها كتير جدا نتكلم في الامور الفنيه. لكن في النهايه برغم كل شيء النادي الاهلي متصدر جدول مسابقه الدوري، لو عندنا جدول مسابقه الدوري النادي الاهلي في الصداره من 5 مباريات برصيد 13 نقطه وليه مباراه مؤجله، كل الفرق لعبت 6 مباريات، بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد، بعد كده مودرن وفيوتشر وزد الوافد الجديد يعني حتى هذه اللحظه مقدم مستوى متميز جدا، والاتحاد السكندري وفي المركز السادس نادي انبي، فطبعا طلائع الجيش المركز السابع، الجونه الثامن، المصري التاسع، الزمالك في المركز العاشر. الجونه النهارده كان يعني في خلف الزمالك بتعادله مع النادي الاهلي، يعني صعد فوق الزمالك بمركزين، حقق 9 نقاط من 6 مباريات على عكس الزمالك 8 نقاط من 6 مباريات، بلديه المحله في المركز 11 وسموحه في المركز 12، سيراميك كليوباترا، الاسماعيلي، فاركو، الداخليه، البنك الاهلي والمقاولين العرب متزيل جدول الدوري. ده جدول الدوري بعد مرور 6 أسابيع.
يعني يمكن رب ضار نافع. لما خرجنا من بطوله الدوري الافريقي لعبنا 3 مباريات، انا عايزك تتخيل في حاله صعودنا، وكنا نامل ده طبعا بالتاكيد اننا نشارك في بطوله فناخدها، فكنت هتلعب مباراه النهائي غدا، فكانت ال3 مباريات دول مؤجلين، وترجع على بعد توقف الدوري على دوري ابطال افريقيا، ثم على كاس العالم للانديه، ثم على السوبر المصري في الامارات، فتكتشف ان انت مثلا دخلت يناير وانت لاعب مباراتين فقط لا غير في الدوري. اعتقد يا فارس ان انت تقدر ترجع بسرعه، وان انت تلعب 3 ماتشات برغم سلبيه التعادل، لكن في النهايه صدرت جدول الدوري ومعاك مباراه مؤجله فقط لا غير، ده بيديك متنفس عشان ما نعانيش المواسم السابقه ان انت تلاقي نفسك بتلعب 14 ماتش في شهر ونص، وفرق اللي بتنافسك بتلعب 7 ماتشات في نفس المده الزمنيه. طبعا يعني ده جزء مهم جدا، لان طول ما النادي الاهلي يا جماعه بياخد نقاط بيضغط على بقيه الفرق. وانا عايز اقول لكم انا في رايي ان شاء الله بطوله الدوري، يعني شوفوا في فرق يا جماعه ما بين ان انت دايما، وده هي العين الناقده، ان انت طبيعي بتقف عند الامور السلبيه اللي عندك، ولكن ده لا يتعارض ابدا مع الثقه التامه ان لديك القدره، الثقه التامه ان انت فريق بطل، والثقه التامه ان انت فريق مختلف، وان انت فريق قادر يرجع. شفنا النادي الاهلي اكتر فريق يا جماعه في التاريخ، انا والله العظيم اعنيها، لما تيجي تحكي عن مواقف ازاي فكره ان فريق بيقدر يرجع، ده مش هتلاقي فريق في العالم تحكي عنه قد النادي الاهلي، ما بالك وهو فريق في الصداره اصلا. فلديك القدره، وان شاء الله باذن الله نستغل الفتره دي، ولكن مهم جدا نفهم ان كتير جدا من المحيطين هيحاول يصدر لك ازمات. في فرق ما بين التناول الفني اللي هو طبيعي جدا، وجمهور الاهلي يا جماعه في حاجه كده مميزه وانا بحبها في الفتره الاخيره، انت لا عايز حد يديك فوق حقك ولا عايز حد يفطس لك فرقتك. يعني ايه؟ يعني افتكر في مباراه سان داونز الشوط الاول هناك، كانت يعني احد القنوات كتبت بين الشوطين ان ازاي النادي الاهلي قدر يخرج بالشوط الاول، وازاي جمهور الاهلي كله كان رد فعله ايه وقتها، ان لا احنا مش افضل حاجه، احنا بندافع كويس مش افضل حاجه. ده معناه ايه؟ ان هذا الجمهور مش عايز حد بالبلدي يطبله ولا عايز حد يجامله، الجمهور ده عايزك لما ابقى كويس تديك حق، لما ابقى سيء ترصد الامور اللي عندي في نطاقها. عشان كده لما اسامه كان بيكلمكم على فكره جمهور، وبعدين انا عندي يا اسامه تحفظ على فكره يعني التمييز، ايه جمهور الاهلي في كذا وجمهور الاهلي في كذا، هم رصدوهم وعرفوا ان ده جاي من القاهره، يعني وده جاي من الجونه، وايه جمهور الاهلي يا جماعه وجمهور الاهلي في القاهره. هذا النوع من التمييز مش موجود، مفيش حد عمره قال اصل هنا جمهور ريال مدريد في المدرج الجزء اللي جاي من العاصمه او جاي من مدريد، والجزء اللي قادم من مدن تانية، او الجزء اللي جاي من دول تانية يتفرج. ايه العنوان ده؟ بنوصل بيه ايه؟ جمهور الاهلي هو جمهور الاهلي في القاهره، في اسكندريه، في المحله، في اي حته، هو جمهور الاهلي. ما تقوليش الجمهور الاهلي بتاع القاهره وجمهور الاهلي بتاع الجونه، مفيش حاجه اسمها كده. تاني حاجه هتلاقي البعض بيستغل، وانا بقول لكم في فرق جاي وراك وهتدبدب وهتدبدب لسبب، زي فريق زي بيراميدز، البعض بيحصل ليه نتيجه سلبيه في بطوله بيبدا يضغط، يضغط ليه؟ عشان يستفيد في بطولات اخرى. فلازم ناخد بالنا ان الامور مش سهله. يعني اعتقد وصلنا معاكم كلام فني كان مهم في فقرتنا الاولى، ومعانا كلام في مواضيع اخرى كالعاده في الاهلي خط احمر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر. يمكن تناولنا في الفقره الاولى اللي شايفينه من وجهه نظرنا تقييم عادل جدا، لا قدرنا نجمل صوره قبيحه ولا عمرنا هنجمل صوره قبيحه، ودايما وابدا تناولنا هنا بلا تطاول، ولكن البعض الاخر منهجه التطاول، ومنهجه ان هو اي فوز مستحق بالنسبه لك يحاول ان هو يلصقوا بتهمة. عشان كده مش هنقبل بده. يعني احنا زي ما احنا عندنا قدرة على اننا ننتقد النقد الذاتي ونوضح سلبياتنا عشان مصلحة الفريق، في ناس تانية حتى مع ايجابياتك بتحاول تصدر سلبيات عشان هدفها مش مصلحة الفريق، مصلحة المنافس. طبعا دائما وابدا اتكلمنا في القصص دي كتير. هناخد الجزء ده، ويمكن هنتناول جزء اخر، ولكن الجزء ده متعلق ب البعض اللي بيحاول يصدر لك بقى صوره سلبيه وانت بتحقق الفوز. الكابتن رضا عبد العال كالعاده، واحنا هنا مش بنجيب القصه الحقيقه، يعني اننا نرد على الكابتن رضا عبد العال، ولكن اننا نطرح على المجلس الاعلى الاعلام والمسؤولين عن الاعلام الرياضي، هل هيستمر الموقف بهذا الشكل؟ هل هيفضل طول الوقت
طول الوقت في تارجت عند هذا البرنامج وهو ضد النادي الاهلي طول الوقت. محاوله التشكيك في النادي الاهلي هتفضل مستمره طول الوقت، عمال على بطال. تعال نسمع كابتن رضا عبد العال قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم جدا. انت لا لسه ما بس عشان يا ايه كابتن رضا؟ لا عشان نخش انت حضرتك دلوقتي بتقول انت النهارده كسبت لما عزيز السيد اتدخل وطرد الراجل بس غير كده انت ما رحتش للجون. النادي الاهلي النهارده بيشكر، لا احنا قلنا على السيراميكا كان كويس ما لناش حاجه في الاخر يا كابتن. ما بعب ايه بتدخل حكم؟ ما انت لسه قايل لا 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 سيب وجمهور رضا. هو الحكم يا كابتن في الجونين كان ليه تدخل؟ لا ما انت فضلك الملعب. ما انت بص الفتره بتاعت الجون لما سيراميكا تعادل سيراميكا هيكسب، فهو لازم يعمل اي اونطه عشان ان الاهلي يرجع تاني للمباراه. طب بناء على كلامك كده يبقى احمد الغندور بنفس الكلام فضل ملعب. ايوه من كتر الضغط اللي عليه وانت تيجي تقول لي يبقى في رجع. رجع ايه؟ ده في حكام لازم تقعد في البيت. ده النهارده عبد العزيز السيد يقعد في البيت، الماتش اللي فات ابراهيم نور الدين يقعد في البيت. ده رأي اتقال بعد ما سمع اراء خبراء التحكيم، لدرجه ان في خبير تحكيمي عمل معاه مداخله في نفس الحلقه وقال ان الطرد طرد مستحق. فيجي الكابتن رضا عبد العال ويمارس هوايته في انتقاده السلبي للنادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. مهما حصل دايما وابدا هتلاقي عنده انتقاد سلبي. حققت الموسم اللي فات كل البطولات وهو مستمر في النقد السلبي للنادي الاهلي. انا عارف ان ده بيعمل مشاهدات، وعارف ان الشو ده بيخلي جزء من الاعلام المفترض ما يكونش متواجد على الساحه. انا فاهم ده كويس قوي، ولكن ان يتطرق الامر لفكره ان انت نجحت بمساعده تحكيميه في قرار انذار تاني، ما حسبليش ركله جزاء غير صحيحه، ما تغاضاش عن ركله جزاء صحيحه ضدي، لا ده انذار تاني مستحق. تم طرد اللاعب وقدر النادي الاهلي يستغل النقص العدلي كطبيعه الحال ويسجل هدف في الوقت القاتل عن طريق محمد مجدي قفشه. بدل ما يطلع الكابتن رضا عبد العال يتكلم عن بعض الايجابيات اللي ممكن تحصل وبعض الايجابيات من انك قادر ان انت تفوز بالمباراه حتى لو انت مستواك مش في افضل حالاته، ويدي سيراميكا حقه ويدي النادي الاهلي حقه زي ما اي محلل عنده موضوعيه هيقول، لا هو مش رايح لده خالص. طب الخبير التحكيمي اللي دخل معاك وقال لك الطرد مستحق، لا 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 انت اكيد بتجامل النادي الاهلي. طب لو انت قلت رايي في البرنامج ان النادي الاهلي فوز مستحق، لا 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 انت اكيد انت تروح قناه النادي الاهلي. لا صعب قوي الحقيقه، صعب اللي بتقدم ده، صعب اي طرف مشارك فيه يجي قناه النادي الاهلي. فكان الرد واضح يا فارس من اراء خبراء التحكيم، واعتقد جاوبوا على كابتن رضا عبد العال. قبل خبراء التحكيم طبعا اكيد يعني هنستعرض ردهم، ولكن المنهج نفسه القصه لا تتعلق بلعبه فهنجيب خبير يثبتها وبس. احنا ده بنعمله من منطلق ان احنا مش احنا اللي بنقول وجهات نظر، وما نتحولش الناس بتقول وجهات نظر يعني غير مستنده لاي ادله او غير مدعومه باي شيء احترافي زي ما رضا عبد العال بيعمل. ولكن فكره يا جماعه ان انا اطلع اقول فلان يقعد في البيت وفلان يقعد في البيت وابراهيم نور الدين اللي قبله يقعد في البيت وابراهيم السيد يقعد في البيت، طبعا انا شايف ان المشكله الاساسيه ان اللي المفروض يقعد في البيت هو اللي بيقول كده. يعني المفروض اساسا يقعد في البيت هو اللي بيطلع يقول كده وبيقدم المحتوى ده. وانا والله يا جماعه يعني عشان عندنا حلقه وكده حاولت اسمع، يعني حاولت اسمع للامانه. كان السؤال لفريق العمل طبعا معانا رضا وشادي وغمري وطبعا اكيد طبعا اسامه صديقه في البرنامج، كان كلنا عندنا نفس التساؤل، هو احنا ايه اللي بنسمعه ده؟ يعني لا عارفين نطلع بمحتوى ولا انت عارف تاخد راي، فتيجي هنا زي ما اسامه كان بيتكلم في الاول او زي ما قال معانا رد الخبير التحكيمي فانا اعرض لك راي خبير تحكيمي، وهنا بنتكلم في امور تتعلق بوجهات نظر وخلاص. لا القصه مش كده، القصه ان انت قاعد تسمع خناقه وشو وفكره على طريقه الدبليو دبليو اي بالظبط، فكره هندخل وهروح ضربك بالكرسي وهتقع والدم هيجي وانت تطلع عشان تجيب الحزام، والله هي الفكره كده بالظبط. لا محتوى ولا كلام فني، اساءات وتطاول ضد بعض وضد الضيوف وضد كل حاجه. طب انت عشان تتكلم وتقدم رساله اعلاميه يا بتيجي تقول راي يا عندك مغالطه بتوضحها من خلال استناد لوجهه نظر موضوعيه او استناد لفيديو او استناد لمقال او استناد لصوره، انما ايه فكره يا جماعه التطاول والاساءات والكلام ده؟ اعتقد
ناس كتيرة جدا بتسبقنا إعلاميا وبتاخد خطوات، لأن هذا النوع من المحتوى انتهى من سنوات، انتهى من سنوات فكرة الحد اللي طالع يشتم في الناس ويسيء للناس، وزمايل على الهوا بيشتموا ببعض وبيسيئوا لبعض. يعني أعتقد ده هدف من الفقرة لا يقل أهمية عن موضوع التحكيم، لأن فيما يخص موضوع التحكيم ده دايما احنا هنا عندنا منهج واضح ان بنرد بآراء خبراء التحكيم عشان لا نتحول لصورة من غيرنا بيتكلم كلام مرسل. عشان كده فيما يخص سيراميكا كليوباترا والطرد لرجب نبيل نتيجة الانذار الثاني، كان في رأي واضح لكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي أكيد يعني مش منحاز للأهلي، فنسمع قال إيه. أول حالة عندنا هي مطالبة بلمسة يد داخل منطقة الجزاء، لا طبعا الإيد جوه الجسم وبالتالي ما فيش مخالفة لمسة يد. حالة تانية عبد العزيز الحقيقة كان بعيد وحسب لمسة يد وكان مع إنذار الكتف في الكتف تمام، فما فيش دفع بالمعنى المفهوم، ولكن ده نوع من أنواع الاحتكاكات. طيب هيأدي لإيه؟ هيأدي لعدم اتزان لاعب فيهم. ياسر عايز يعمل إيه؟ الكرة فوق تمام، هو عايز يقف عشان إيه؟ عشان ياخد الكرة على رجله نكمل ونبين الحركة، بس هو كان عايز يلعب برجليه. الكرة للأسف إن هي نزلت على إيده. تمام، وضع إيده مبرر بالنسبة لحركة جسمه في الحالة دي مع الاحتكاك ده، فلمسة اليد الحقيقة ملهاش وجود. ولكن أما وإن عبد العزيز السيد احتسب لمسة يد تمام بالشكل ده، يا ريت نرجع بقى للكادر الرئيسي أو للزاوية الرئيسية ونشوف الوضع كان عامل إزاي. طيب يعني احنا شفناها في اللايف كان ساعتها يبقى كده انذار غير مستحق؟ لا ده هو لمسة اليد أساسا مش موجودة بالنسبة لي. يعني دي ما يتحسبش عليها إن هي لمسة يد، رقم واحد. رقم اتنين، نقف لحظة المخالفة هنلاقي إن اللعبة دي لو هي بتصفر على الحالة دي وبتحسب لمسة يد فكان في فرصة محققة، فكان لازم حكم الفار يستدعيه ويقول له ان دي فرصه محققه وتستاهل طرد. طيب. ولكن اساسا نتيجه الاحتكاك ده فما فيش مخالفه لمسه يد، فيرجع من المراجعه يستأنف باسقاط لان ما فيش اي حاجه تستوجب ان هو يحسب عليها مخالفه. طيب. والحقيقه حالات كتير جدا، ورجب نبيل خد انذار ثاني واتطرد، وكان طرد الحقيقه مستحق. الاعتراضات بس هي اللي كانت زياده شويه النهارده على عبد العزيز، ما قابلهاش بحسب. نتمنى ان هو الفتره اللي جايه ياخدوا 9 من 10 برضو ولا اقل؟ لا اقل، لان كم الاختبارات اقل، وفي نفس الوقت برضو الاعتراضات الحقيقه انا مش راضي عنها بالنسبه لعبد العزيز النهارده. يعني اعتقد راي كابتن ياسر عبد الرؤوف ده الرد العملي على فكره الحاله التحكيميه، وكان الحكم اللي ما يظلمش الاهلي يقعد في البيت. انا شفت الرساله كده، وشفت فيه رساله ارهاب واساءه وتطاول وتهديد للحكام، ما شفتش كلمة منها أيام ما الأهلي فقد موسمين دوري بكل الأمور اللي لا تخيلوها في التحكيم، من روح البروتوكول، من فكرة أصل الحكم وحرارة الماتش وسخنة وساعة، من الاحتواء، من محمود عاشور ولعبة بيرسي تاو، من الفار اتشال عشان الناس كل اللي انتوا سمعتوه من هذا الهزل وقتها ومن هذه الفضائح والكوارث التحكيمية، والله ما افتكر فيديو واحد لرضا عبد العال كان وقتها بيتكلم على حكم من دول. انما لان الحكم بشهادة خبراء التحكيم بيديك قرار صحيح في اللعبة، يبقى لازم نرهبه، لازم نسيء ليه، لازم نضغطه، عشان هي القاعدة التحكيمية عند كتير من الناس وعلى رأسهم اللي بيتمتع بنفس أجندة رضا عبد العال، ما لم تظلم الأهلي فأنت حكم لازم يتعامل عليك ضغط ويساء ليك، غير ما أنت تجامل الأهلي في حاجة. يعني يا جماعة يا ريته بيقول كده في لعبة صارخة، وأحيانا قد يحدث. ما أسامة الأهلي مش مثالي، يعني الأهلي هو مش هيطلب حد يجامله، بس أنا والله يا فارس عايزة تحدث عشان نريح الناس دي والله مرة. يعني ادونا حاجة كده قولوا لنا إن خطأ تحكيمي ده جامل النادي الأهلي، فنبدأ نقول إن الدنيا الأخطاء واردة ورايحة جاية، لكن الحقيقة اللي بيحصل إن الأخطاء زي ما قال قبل كده الكابتن أحمد الشناوي في مشكلتها إنها كانت في اتجاه واحد ضد النادي الأهلي. الحقيقة يعني الإنذار الثاني المستحق كابتن ياسر عبد الرؤوف أصلا قال إن ياسر إبراهيم خد إنذار غير مستحق، يعني في كره اساسا لا يستحق عليها انذار. فتخيل معايا كده ان ياسر طول الوقت بيلعب وهو في رصيده انذار، وهو مدافع والمصارف فيه التحامات وفي كرات مشتركه، تخيل لو كان عمل فاول بقى في انذار مستحق كان ايه اللي هيحصل؟ كان النادي الاهلي هيفقد ياسر ابراهيم في هذه المباراه. هيقف رضا عبد العال عند الكلام ده؟ مش هيقف عند الكلام ده. القصه قلتها قبل كده ودايما هرددها، ان العداله عند البعض هي انك تظلم النادي الاهلي. لو ما ظلمتش النادي الاهلي انت ما بتحققش عداله، في مشكلة. واتكلم عن مباراة سيراميكا وما ساب لناش كمان مباراة المقاولين، لا ده قال لك ابراهيم نور الدين في مباراة المقاولين، وخد بالك
احنا عندنا اراء خبراء تحكيم كتير، ولكن احنا تعمدنا هنا في البرنامج نجيب راي الكابتن ياسر عبد الرؤوف تحديدا، تحديدا اللي هو الخبير التحكيمي في قناه نادي الزمالك، وهو طبعا دلوقتي حاليا سابقا في قناه نادي الزمالك، حاليا على قناه اون تايم سبورت. فاعتقد الدنيا واضحه، احنا ليه متعمدين نجيب الكابتن ياسر عبد الرؤوف، وهنجيبه برضه في الفيديو اللي هتشوفوه ده في مباراه الاهلي والمقاولين. نطلع نشوف الفيديو. اول حاله هي مطالبه باحتساب لمسه يد داخل المنطقه لصالح المقاولين، الحقيقه ابراهيم قريب نشوف الحاله، هنلاقي ان محمد هاني ايده جزء من جسمه، وهنستخدم الجمله دي كتير النهارده، في حيز جسمه، وبالتالي قرار استمرار اللعب قرار سليم من ابراهيم، مفيش مخالفه لمسه يد ومفيش تعمد لعب الكره باليد. ايده طبيعيه جدا في وضع مبرر، وبالتالي اللعب يستمر. الحاله الثانيه، هل ده كان زي الوضع اللي فات؟ مختلف تماما، ايده خارج جسمه، هنا الايد خارج جسمه، وبالتالي قرار احتساب ابراهيم لركله الجزاء قرار سليم، لان اللاعب كمان قريب جدا بصراحه، وعنده زاويه رؤيه، وكمان اللاعب عنده فرصه ان هو كان يغير من وضع ايده او يلم ايده، ولكن الحقيقه ده ما حصلش، فمخالفه لمسه اليد موجوده، وبالتالي التعامد موجود، ركله الجزاء موجوده، وبرده حاله مطالبه بلمسه يد ابراهيم الحقيقه قريب جدا وبيشاور، وهو بيقول ايده قريبه من جسمه. تمام، نشوف ونقف عند الزاويه دي، بس لا خلينا هنا، لو احنا وقفنا هنا هنقول ان ديانج ايديه بره جسمه. طيب نشوف هل في زوايا ثانيه تدينا عكس الانطباع ده ولا لا. دي زاويه ثانيه، وهنقف والكوره رايحه لديانج، ونشوف وضع ايده كان عامل ازاي. لا، وهي رايحه له، كان جزء من جسمه. تمام، نروح لزوايا ثانيه عشان نتاكد. الزاويه اللي من ظهره جت من رده فعله، اللي هي ايده لما تبعد. بالظبط كده، نفس الوضع تاني، ايده قريبه من جسمه. تمام، فبالتالي مفيش مخالفه لمس اليد، الحقيقه كان قرار ابراهيم سليم، واول كادر اللي هو جانا ان الايد بره الجسم ده الحقيقه كادر خادع شويه، ادي اهو احنا زومنا عليها وكبرنا الصوره عشان نقول ان الايد جزء من الجسم، وكان قرار ابراهيم باستمرار لعب قرار سليم، ومعاه محمود بسيوني اللي اكد على القرار برضه قرار سليم. منطق رضا عبد العال انك تسيب اللي انت سامعه وشايفه بعينك ده وتصدقه هو. طب انت جبت رصيد المصداقيه من مع الناس منين عشان تصدقك؟ يعني هل في ماتش الاحتواء قلت على محمد عادل يقعد في البيت؟ هل في روح البروتوكول بتاع الفار الاهلي اللي اتلغى له هدف بالمخالفه لقانون الفار نفسه وقانون التحكيم نفسه قلت على امين عمر وقتها يقعد في البيت؟ هل زي ما بقول لكم في اوفسايد بيرسي تاو قلت على محمود عاشور يقعد في البيت؟ فانت بنيت الرصيد اللي يخلي ابراهيم نور الدين وعبد العزيز السيد يقعدوا في البيت فين؟ في اراء كابتن ياسر عبد الرؤوف بيشرحها وبيقول قد ايه كانت لقطه بتاعت ديانج مهم جدا ان الحكم ما اتخدعش بالصوره من الزاويه الاولى. فاعتقد عشان تفهموا اكتر اكيد يا اسامه هنروح لحاجات تبين الرؤيه وتبين ان الامور عندنا احنا مش بنتكلم في حاله تحكيميه، احنا بنتكلم في ناقوس انذار محتاجه الناس كلها تركز معانا في الفقره اللي احنا بنتكلم فيها دي. بنتكلم في الوقت يا فارس، والله نتمنى يكون في استجابه الحقيقه، لان الحقيقه انا خايف اقول كابتن رضا عبد العال يقعد في البيت، لان الحقيقه شفنا الفتره اللي فاتت اخر يومين لما قعد في البيت وطلع بفيديو من البيت تطاول بشكل مؤسف الحقيقه على روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ويعني كميه اساءات ومصطلحات والفاظ، يعني انا مش عارف يعني هل احنا خلاص اصبح قدرنا ان محدش يقدر يقرب من كابتن رضا عبد العال؟ يعني الحقيقه الفقره دي واحنا بنتكلم عنها انا شايف ان احنا بنتناول حاجة كده زي مهرجان سينمائي، بس انا مش هقول اسم المهرجان، او لو يعني تجاوزا قلنا الفنون العشوائية، لان الحقيقة اللي بيتقدم ده هو شو بيتم الاتفاق عليه قبل ما نطلع هوا، احنا عارفين احنا هنعمل ايه وهنتخانق مع بعض ازاي وهنتطول على بعض ازاي عشان نوصل في النهاية ان الناس تشوفنا. ليه؟ لاننا ما عندناش اصلا اي معرفة، ما عندناش اي موضوعية، ما عندناش اي منطق، ما عندناش حجه، ما عندناش علم، ما عندناش دراسه، ما عندناش حاجه. طب نعمل ايه؟ نعمل الشو ده، نتفق على شو نعمله، حتى لو اننا هنهين بعض، حتى اننا لو هنطلع مش سامعين مين بيتكلم اصلا. يعني انتوا وانتوا بتتفرجوا على البرنامج ده عاده يعني انا بتكلم ثم فارس بيتكلم، فارس بيتكلم ثم انا بتكلم، والتداخل بيكون في بعض الامور البسيطه جدا اللي بيخدم اصلا على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. لكن فكره الخناقه اللي بتحصل عشان نعمل شو ده الحقيقه المفترض يعني يكون له وقفه، لان ده طالع بعيد قوي 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 عن فكره حتى العشوائيه. طيب ده كلام مرسل؟ لا، تعالى اوريك فيديو
وقول لي انت سمعت ايه وطلعت منه بايه وفهمت ايه ومين اللي بيتكلم هنا ومين اللي بيتخانق هنا ومين اللي بيشد هنا ومين اللي بيكذب هنا، عشان الفقره دي مش هدفها فكره ان الناس بتتكلم كلام موضوعي فاحنا جايين نرد بموضوعيه. احنا الحقيقه لا، احنا جايين نكشف الفقره دي، جايين نكشف الشو ده، جايين نقول للمسؤولين عن الاعلام الرياضي كفايه كده، والنادي الاهلي مش هيكون هو بطل الشو ده، ولا هنقبل ان يكون النادي الاهلي هو بطل الشو ده. بنعمل اللي علينا لعل الباقي يعمل اللي عليه. تعالوا نشوف الفقره دي اللي هي الفنون العشوائيه اللي بيقدمها هذا البرنامج، ونرجع نعقب بعد الفيديو ده عشان عندنا كلام مهم جدا. مش كل ما حد يقول لك حاجه تقوم ضارب له عشان يخاف، انا ما بجيبش ورا. لا 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 انا ولا ده انت في اول الحلقه، بس هتقوم قايل لي هتقوم قايل لي اسمعني بس يا كابتن. لا يا راجل عمري لا 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 انا بقول حق ربنا. لا ده انت طلعت بقول لك الاهلي كابتن اللي في الدقيقه لغايه 90 كان ولا زال. النهارده والله ارضى ثواني بس يا كابتن رضا، النهارده الاهلي كسبان. هو انا بجيب اختراع؟ ايوه يا حبيبي الاهلي النهارده كسبان امتى يا كابتن؟ لا يا حبيبي لولا الطرد كسبان في الدقيقه ايه يا حبيبي؟ لولا الطرد ما كانش هيكسب. بلاش حجج يا والنبي دي حجج وحياه ربنا. دي حجج مدربين. ده الشوط الثاني دي حجج مدربين فشل. لا يا حبيبي اسمعني. لا يا حبيبي انا بقول لك ان النهارده وانا هاجي لاعب اطرد له واحد من اللي هو المساكين اللي هو من اللعيبه اللي هي الاساسيه. هو انا الهجج الاساسي الاثنين اللي كانوا الاثنين اللي كانوا مع قفشه اللي هو مش طويل. ايوه عشان في قفشه عارف ده ما قفشه عمره ما لعب دماغه. ده قفشه يعني اعتقد ان اول هدف في حياته يجيبه بدماغه من ايام لما كان بيلعب في الناشئين. ده حقيقي. تيجي بقى انت تقول لي ان حاله الطرد. ايوه طبعا ده الكلام ده ما راحوش يا ابني للجون الشوط الثاني. انت بتتفرج على ماتش ثاني يا ابني يا كابتن. انا بكلمك على الهدف. خليك انت في الصحافه. بتكلم على الهدف. خليك انت في الاخبار. خليك انت في الاخبار. انت واحنا في الصحافه والاخبار يا كابتن رضا. عاجبني قوي الشو والدور اللي قايم بيه مقدم البرنامج، والله ما مصدقينك. ادائك فيه اللي انت بتعمله والاتفاق اللي انت بتعمله ده هو الحقيقه. انت بتتفرج على ماتشات تانية ده حقيقي. الحقيقه ان انت ما تتكلمش في الكره اللي قاله رضا عبد العال ده حقيقي. قصص كتيره جدا. الحقيقه ان انت بتطبل لاي حد غير النادي الاهلي ده حقيقي. كلام كتير جدا بيتقال في الخناقات دي زي ما اتقال له مثلا ده حاجه مدربين فاشلين على كابتن رضا عبد العال ده حقيقي. انت مدرب فاشل ده حقيقي. فاشل يعني ايه؟ يعني ما حققتش نتائج، مسكت فرق نزلت بيها درجه ثانيه. ما حدش طالب ان انت مثلا تبقى بفرقه بتنافس من اجل البقاء في الدوري وتتكلم عن انك تصعد، انك تاخد في المربع الذهبي، لا على الاقل ابقى افضل في الدوري. في مدربين بنوا نجاحاتهم على انهم قادرين يطلعوا بفرق من مناطق الهبوط لوسط الجدول. وعادي جدا وبيتقال ده نجاح لان انت حققت التارجت للفريق. مش بنقول لك ان انت لو ما خدتش بطوله تبقى مدرب فاشل، لا تارجتك ايه؟ في فرق داخله تارجتها البقاء في الدوري. المدير الفني قدر ان هو بالفرقه دي يبقى في الدوري ده حقق التارجت منه، ناجح. لكن القصه ان انا بقول لك انا مش مصدق الشو والدور اللي واخده مقدم البرنامج عشان يعمل لنا شو، ان مقدم البرنامج ده نفسه مع صفاره الحكم قال لك فوز النادي الاهلي وفي ضربه جزاء لسيراميكا ما اتحسبتش. طب ازاي؟ يعني انا عايز افهم ازاي هو انت ما فيش مرايه قادر تتعامل من خلالها مع شخصيتك؟ يعني منين تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي وتقول ان فوز النادي الاهلي في وجود خطا تحكيمي فادح وهو عدم احتساب ركله الجزاء لسيراميكا، وتطلع هنا جاي تدافع ضد اللي بيقول لك في اخطاء تحكيميه في طرد اللاعب المستحق وتقول له اصل الفوز جاي في الدقيقه والاهلي كسبان واحنا بنتكلم شو يا جماعه؟ والله والله شو بيتعمل. الحقيقه لو الشو فضل في القصه دي وبعيد عن النادي الاهلي احنا مش هنتناوله خالص، ولا في دماغنا ان احنا جايين نتكلم ونقول لجماهير النادي الاهلي خدوا بالكم من الشو اللي بيتعمل، لان جماهير النادي الاهلي عندها من الوعي اللي يماثل اضعاف اضعاف اللي عند المجموعه اللي بتقدم الشو ده. هو كل واحد مستفيد بطريقته، هو مستفيد ان هو بيتشاف، مستفيد جدا ان احنا بنتكلم عنه هنا في قناه النادي الاهلي، ولكن احنا هنا مش بنتكلم عشان نقول الحقوا ده كلام كذب، لا احنا بنتكلم عشان نواجه رساله اعلاميه. انا ان يتوقف هذا النوع من الاعلام؟ يعني مفيش حد مسؤول يقدر يتدخل لايقاف هذا النوع؟ هو ده السؤال اللي احنا جايين يا فارس نطرحه من الفقره دي، لا جايين نتكلم موضوعي لان هم كلامهم مش موضوعي، ولا جايين نرد بدليل وحجه لان هم يفتقدوا كل دليل وكل حجه. ده حقيقي، عشان كده يا جماعه مهم جدا ان انا احط نقطه نظام. ايه هي نقطه نظام في اللي انتم بتسمعوه ده؟ ان انا بعتذر لكل حد بيشوفنا ان هو بيتفرج على الماتيريال ده، ولكن في حاجه مهمه. وده شيء مهم جدا نبقى فاهمينه واحنا بنتكلم في الفقره وقبل ما نتناول اللي بيتقال نفسه. ان اي امور تاريخيه اتصلحت،
اي اخطاء، اي حاجات فجه، اي اطروحات كانت خاطئه او اطروحات يعني مسيئه كان بدايه اصلاحها هي رصدها، ان انت ترصد الظاهره السلبيه للمسؤول عشان يعالجها، والا مش هتتعالج. لو هي ظاهره مجرده بعيد عننا كاهلي خلاص هنيجي هنا ممكن اتكلم انا واسامه مع بعض بره الهوا ونقول والله يا جماعه الناس دي بص بتقدم المحتوى المسيء ده ازاي، والولا حاجه اللي بتتقدم لساعات دي ازاي، ونقول خلاص ملناش علاقه، والله اللي يتكلم يتكلم، اللي يحاسب يحاسب اعلاميا ما يخصناش. انما اما وان النادي الاهلي يبقى هو المحور وهو الماده القصبه وهو المحتوى اللي بيتقدم وبيتعمل عليه الشو وكان النادي الاهلي ده مستضعف، لا، انت عايز تبني اساءاتك والمحتوى الغير اعلامي والتطاول والتهريج اللي بيحصل ده على حساب النادي الاهلي وعلى حساب مقدرات النادي الاهلي وعلى حساب اسم النادي الاهلي وعلى حساب السيره الذاتيه للنادي الاهلي؟ لا يا سيدي، عايز تحلل حلل بس باحترام، تعال اتفرج على سكاي سبورتس، تعال اتفرج على بين سبورتس، تعال اتفرج حتى على هنا لو بنتكلم محليا ربما نختلف مع بعض المحللين في اون تايم في رأي، نختلف عندك قناة النادي الاهلي بتتفرج عليها، ولكن في النهاية انت بتختلف في رأي، بنجيب الناس هنا نختلف حتى في رأي او في معالجة، انما ده يا جماعة لا ليه علاقة لا برأي ولا بإعلام ولا بحاجة، اساءات. انت نفسك وانت قاعد بتسمع ما عرفتش تخرج بحاجه غير ان واحد بيقول لواحد انت فاشل والتاني بيقول له انت بتطبل، كل ده عشان في حاجه على الترابيزه اسمها النادي الاهلي هي اللي معمول عليها الشو. فهنا رساله، وقدرنا في النادي الاهلي وقدرنا لانه كبير وقدرنا في قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي خط احمر ان احنا نتناول ده ونرصد ده للمسؤولين ونقول لهم بصوا بصوا شوفوا اللي بيتقدم، وقدرنا نقول للعقلاء اوعى تاخد خط احمر زي اللي فيه خناقه معدي من بعيد، فاتنين ماسكين في بعض فواحد واقف في النص بيقول يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده شيء غير اخلاقي، فاللي معدي من بعيد بيقول لك بص الراجل على اللي بيسلك بص، او اللي بيقول ما ينفعش بص الراجل اللي واقف في الخناقه، لا احنا ناس مش واقفه في الخناقه، احنا ناس بره وبترصد لك المشهد وبتقول لك عشان ما تشوفش زي اللي هنعرضه لك، عشان ما تشوفش شيء مش موجود في اي محتوى رياضي في العالم، نطلع نسمع اللي هيتقال وركز في التفاصيل وركز في الجيم وقول لي ده اعلام ولا مش اعلام لما نرجع بعد ما نشوف الفيديو. انت لسه مش فايق يا ابو الدهب ولا ايه؟ ايه؟ انا حاسس ان انت الوقت قاعد بتحضر ارواح. حبيبي بص بص يا ابو الدهب، بص يا كمونه، بص انا بقترح عليكم الاستوديو ده يطلع على قناه النادي الاهلي. ليه يا كابتن رضا؟ بس ثلاثة كده اطلعوا كده على لان انا حاسس ان انا بتفرج على قناه النادي الاهلي. ايه اللي حصل يا كابتن بس؟ ايه اللي حصل؟ لا لا بصراحه كلام مش مقنع، كلام يعني تطبيل غير عادي. ليه يعني ليه هقول لك على حاجه؟ مين يا كابتن؟ هتسمعني ولا اقفل؟ اتفضل يا كابتن اتفضل. انا داخل اقول كلمتين. احنا كده مش برنامج البريمو، احنا كده برنامج استوديو النادي الاهلي. انا زعلان منك يا رضا. ليه يا سمر؟ تقطع فينا واحنا زمايل في البرنامج، تقول لي انتوا عاملين زي الجماهير وعاملين كل واحد ليه راي وعاملين نحلل، انت عارف ان احنا انا اكبر اهلاوي في مصر بالعربي بقى، لكن انتماءاتي خارج الاستوديو، طول ما انا هنا بحلل اللي انا شايفه من وجهه نظري، زي ما انت بتبقى قاعد جنبي ما حدش يقدر يفتح بقه معاك، لسانك قد كده بتقطع في اي حد. انما بتتكلم النهارده على موسيماني والكابتن حلمي عملوا ماتش حلو قوي قوي، انت مالك ومال المدربين وبعدين تقطع فينا احنا اللي احنا زمايلك؟ هسألك سؤال يا هو الراجل شايف ان انتوا يا جماعه يعني ما بتقولوش الحقيقه مع ان انتوا كل واحد بيقول اللي جواه وضميره. سمير سمير هسألك سؤال. اتفضل. بما يرضي الله وحياه ولادك. اتفضل. قبل ما اعمل مداخله وقبل ما انتوا تطلعوا شو معنى بتسأل سمير طب ما تسألني انا؟ لا استنى بس انا بكلمه عشان انت قصه ثانيه. انت قصه ثانيه. واخد بالك يا كابتن؟ واخد بالك مش والاهلي كان خسران، انت مش قلت لي تعالى عشان النهارده ده انا اللي قلت لك مش سمير. قلت لك تعالى نعمل حلقه حلوه ونتكلم فني ونفضل قاعدين مع بعض، قلت لك الوقت مش هيسعفني. انت عايز ايه يا كابتن رضا؟ قلت لي اعمل مداخله. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه من الكلام؟ والله فعلا لا سبحان الله. اقول لك على حاجه بقى سبحان الله، وانا بقول له تعالى الاهلي جاب جون التعادل، وانا بقول له اركب العربيه الاهلي جاب جون الفوز. صح ولا نفسي مره تقول مبروك للاهلي. الفيديو ده والكلام اللي فيه اللي ربما البعض وهو بيتفرج عليه يضحك، ده كوميديا سوداء، ده حد
طالع لا يحترم المشاهد، مش ما يحترمش زمايله، زمايله يقبلوا على نفسهم ده ان طالع بيقول له انت بتطبل وانت كذا وانت كذا وهو متقبل. ده تتعلق بشخصيات واحترام الاشخاص لذاتهم، ربما انت لا تحترم ذاتك فده شيء يخصك، كل انسان بينظر لنفسه، ولكن المشاهد مش عليه ان هو يسمع ده، ومش مفترض يسمع هذا الخطاب، ان انت تتصل بزملائك عشان بيقولوا راي فني لان هيخص النادي الاهلي فتقول لهم انتوا بتطبلوا. يا جماعه ده ما بقاش موجود في العالم. ده نوع من المحتوى الاعلامي لا يقدم. ثم جمله في غايه الخطوره. جمله في غايه الخطوره لان هي تمس كل حد داخل النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي لما اقول اصل انت لو بتطبل مكانك النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي، لا مع احترامي. احنا هنا بنقدم محتوى. هنا بنقدم اعلام، احنا 5 سنين على الشاشه عارفين يعني ايه معايير واكواد اعلاميه. مفيش مره تجاوزنا الاكواد الاعلاميه. انما ان الناس تبقى بتسمع هذا المحتوى، لا، هنا مكان للراي مش مكان للتطبيل، مكان التطبيل ومكان الشو اللي هنقوله بعد كده. لان كان في جمله والله العظيم تبلك شاشات. والله العظيم تبلك شاشات. اللي هي لما اجي اقول لزميلي اصل الاهلي كان متاخر فانتوا كلمتوني وقلتوا لي تعالى ده الاهلي متاخر وهيبقى عندنا كلام حلو وبتاع، كانت هتبقى حفله. كانت هتبقى حفله. وكل واحد من حب الجانب واضرب ولاقي والنادي الاهلي خسران فهنعمل فيلم، انما النادي الاهلي كسب فاضطر اللي قاعدين في الاستوديو يدوا الاهلي قليل من حقه. فكارت ارهاب، انتوا بتطبلوا، انتوا كنتوا قايلين لي تعالوا نقطع شويه، ايه ده؟ ويرجع اسلام صادق ومحمد فاروق والناس دي تكلمك عن اعلام. اعلام ايه يا جماعه؟ اعلام ايه يا جماعه؟ اعلام ايه اللي بتكلمونا عنه؟ ده انت مفترض تقف تتكسف تقول كلمه اعلام، مش توجه رسائل وتقول اصل ده واصل ده اعلاميا. انت بتقيم اعلاميا الذنب بالمحتوى اللي انت والله العظيم مفترض تبقى حزين ان انت راجل بتسيب التاريخ ده اعلاميا، ده لو يصنف تاريخ يعني. بص كمان في نقطة مهمة جدا لكابتن رضا عبد العال دايما بيقولها، دايما قالها قبل كده مع مقدم برنامج مش محمد فاروق التاني، قالها معاه وقال له ما تطولش بعد كده في الانترو تاني، أنا هنا الناس جاية تتفرج عليا، ما حدش جاي يتفرج عليك. قالها وتقبلها، اللي قال لك أنا ما بجيبش ورا. قال له أنت بتطلع تقول كلام كذب على الشاشة، قالها وتقبلها. قال النهارده لزمايله انتوا اساسا ما حدش اتفرج عليكم، انا وجودي هو اللي بيخليكم او بيخلي الناس تشوفكم. قالها. الغريب في الموضوع ان الناس مع كامل احترامنا وانا عمري ما بزايد على اهلاويه حد، كل واحد بيحب النادي الاهلي بالطريقه اللي تحلو ليه، وانا ما عنديش القدره ان انا امنح صك الاهلاويه انت اهلاوي بشرطه ولا انت اهلاوي بس، انت حر. انا ما عنديش القصه دي، لكن انا مندهش جدا لما يقول اصلا كنت بكلمه فجالي تليفون وانا بكلمه في التليفون الاول اتعادلوا. فبكلمه في التليفون تاني جه الجون التاني، ما كنتش يعني كنت عايز ما اتكلموش او زعلان ان حصل فوز للنادي الاهلي. الحقيقه الفقره دي انا قبل كده طلبت طلب، يعني يمكن ناس قالت طلب غريب، ولكن انا بتوسل للساده المسؤولين عن الاعلام ان اي حد يطلع على الشاشه يتعمل اختبارات ذكاء قبل ما يطلع على الشاشه. في اختبار كده ستانفورد بينيه للذكاء يكون اجباري على كل حد بيطلع على الشاشه بيقدم برنامج. ليه؟ لان لازم نحترم الشاشه ونحترم المشاهدين، ولازم نصدر ناس للواجهه الاعلاميه يكون عندهم قدر ولو متوسط من الذكاء. الاختبار ده لو حصل والله العظيم والله العظيم احنا هنقعد فقرات كتير من اللي احنا بنجيبها دي مش هنشوفها اصلا. ليه؟ لان مش هيطلعوا. ليه مش هيطلعوا؟ لان هم بيعترفوا على نفسهم ان هم لا يمتلكوا الذكاء. كلام مرسل؟ لا مش كلام مرسل. تعالوا نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا بعد ما نشوف الفيديو في البرنامج اللي عامل شو بيتم الاتفاق عليه وواخدين النادي الاهلي بطل هذا الشو. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. كابتن رضا بيقول كلام ما ينفعش يتقال على الهواء خالص. بيقول درر، اقسم بالله. هعمل ايه ما معايا 2 اغبياء عمال اجيبهم يمين؟ لا 2 يعني سمحهم تقيل. سمحهم تقيل، عمال اقول له كذا يقول لي كذا، اقول له كذا يقول لي كذا. احنا بقينا على الهوا حضرتك. طب هنعمل ايه طيب؟
كابتن سمير كابونا ما انت اللي بتبدا انا برضه السبب اما انت بدا انا بقول خلاص مش من الاثنين اغبياء لا مش لا هو بيتكلم على حد انت مش كنت هنا امبارح اللي جابك النهارده ايه مش كنت هنا امبارح اللي جابك قدري عشان اشوفك واشوف سمير عارف انت باعترافاتهم باعترافاتهم الامور واضحه تخيل لو المقترح بتاعي ده تم الموافقه عليه هنشوف الفقره دي مش هنشوفها فبالتالي ايه بالتالي ريحنا المشاهد وريحنا المتلقي وحسننا صوره الاعلام الرياضي الحقيقه لان الفقره دي اضافه انها شو بيتعمل فحتى الشو بيفتقد لمعايير الذكاء ده باعتراف جزء من البرنامج يعني جزء من البرنامج بيتكلموا هتقول لي اصلهم بيهزروا والكلام بهزار انت شايف يا فارس ان الكلام اللي كان حاصل ده كان هزار بص يا اسامه يعني للامانه انا حزين اصلا ان احنا بنعرض كلام ناس متقبلين على بعضهم النوع ده من الحوار قدام ملايين شيء صعب جدا والله يعني عارف فكره بتيجي لحظات والكلام بيتعرض يا اسامه تحس ان انت زعلان قوي انك بتعرض الكلام ده بيتقال بس تيجي تكتشف ان هم نفسهم مش زعلانين من ده ده حقيقي فانت هتكون عندك معايير وضوابط للشخص لا ومش احن عليهم من لا انفسهم لا طبعا يعني هو بيعمل ده عشان يتكسب منه او فرحان بالشو او فرحان بالمشاهدات لان ما فيش محتوى فبالتالي ولكن انت عارف فارس قبل ما تكمل بالتالي دي انت عارف احنا لو محتاجين نحزن بجد فنحزن ان احنا بنتكلم عن ناس ارتدت تيشرت النادي الاهلي وعشان كده المفترض كانوا يحافظوا على القصه دي ويحافظوا على انهم لاعبين سابقين في النادي الاهلي حققوا بطولات مع النادي الاهلي ما يعرضوش نفسهم للموقف والله يا اسامه عشان كده انا متعلق معتقد ان الموضوع مش متعلق بالذكاء لان هو ده نوع من الرغبه هو عايز يقدم ده فهو مش مدرك هو مدرك ولكن الموضوع يتعلق بالاخلاق هل انت تقبل ان ده يكون محتوى اعلامي هل انت تقبل ان انت كمقدم برامج اتنين الناس تسيء لبعض بالشكل ده هل ده اصلا بيحصل على الشاشه في اي حته اعتقد صعب جدا ولكن هل ده كان على سبيل الهزار او المصادفه نشوف الفيديو ده عشان نعرف هذا المحتوى الاعلامي واصل ليه الى اي مدى انت راضي النهارده عن اداء النادي الاهلي وقرارات او اداره سواريش للمباراه وفقا للظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي مش هكمل الحلقه وطبعا رضا طبعا غلط فينا انا والدهب احنا مش اغبياء واحنا كنا اغبياء هو كمان غبي يعني ما بيفهمش اطلع وكده عيب عشان كده ما ينفعش لا دي مش اول مره لا معلش معلش ومره بوشين ومش بيت وشين هو ب 100 وش مش بوشين وغلط فيا كذا مره ايه ده ايه ده يعني بجد والله ايه ده يعني هو قال لهم شتمهم انا والله ما قادر اقول عليهم اللفظ ده يعني عذرا والله كباتن كبار وفي النهايه يعني انا ما اسمحش لنفسي ان اقول على حد كده ان قال لهم اللفظ ده فكملوا ضحك بعد كده طلعوا في الفصل صعبت عليهم نفسهم فرجع قال له انت اللي كذا وب 100 وش ايه ده يا جماعه وايه ده والناس دي بترجع بعد كده تتكلم عن اعلام ويقول لك اصل النادي الاهلي واصل الناس اللي بتتحرك واصل الناس اللي الاهلي بيقول لها يا ابني احنا بنقدم رساله اعلاميه وبنقدم محتوى وبنقدم فكره وبننبه من هذا النوع الاعلامي وده انا بقول فكره والله العظيم ابقى وخير من الكلام في الكوره تخيل كل اللي احنا اتكلمنا فيه وتحليل هذا الرصد لهذه الظاهرة الإعلامية المقيطة والمشوهة والمسيئة لأي حد إعلاميا والله العظيم هي رسالة أهم من أي شيء تاني ولو ساهمنا إن حد بص وقال إن ده ما ينفعش يظهر على شاشة وما ينفعش يكون موجود تاني فأنا شايف إن احنا قدمنا اللي أهم بكتير جدا من الكلام في فوز وخسارة وكلام في حاجات كتير جدا فأتمنى الرسالة اللي كانت هدفنا النهاردة في الفقرة دي تكون وصلت للمكان اللي هو مفترض توصل له ويشوف إن هذا المحتوى غير إعلامي وغير موضوعي وغير مهني وكمان لا يقبل أبداً 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 إن هو يكون على جثة النادي الأهلي لأن النادي الأهلي قادر إن هو يرد وقادر إن هو لا يقبل أبداً من خلال إعلامه هذا التطاول وهذه الإساءات كلام كتير جداً لسه معانا ولكن بعد الفصل ولسه مكملين معاكم وباقي فقرات الاهلي خط احمر ومن تناول اعلامي غير مهني غير موضوعي على الاطلاق الى تناول على لسان مسؤول الحقيقه
كل مرة بيكون عنده القدرة ان هو يبهرنا بتصريحاته. وتصريحات انا تحديدا في مجال كرة القدم لم ارى مثلها على الاطلاق. والغريب ان كل تصريح بيعلي على التصريح اللي قبله. يعني حتى التصريح اللي كان في مكالمة داخلية جبنا له الحكم اللي بنحبه طلع اعترف بيه عادي جدا على الهواء قال اه. سيادة المستشار ما خدش بطولات ونفسنا نجيب له بطولة طلع عادي جدا وقال اه جبنا له حكم مصري عشان نجيب له بطولة. فيطلع بتصريحات كل فترة تبهرنا. فالتصريح الأخير أنا بصراحة وقفنا كفريق العمل بتاع البرنامج هو فيه إيه؟ يعني إزاي؟ إزاي يطلع تصريح بهذا الشكل من اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية؟ خاصة إن هو بيتحدث عن بطولة مرتبطة بالاتحاد المصري لكرة القدم. والحقيقة إن هو مش بس أدلى باقتراح، لا ده كمان صدر اتهام للاتحاد المصري لكرة القدم ان هم سابوا الباب موارد. تعالوا نسمع الفيديو ونسمع التصريح عشان عندنا تعقيب مهم. عايزين بقى قول الفصل، هل الزمالك هيشارك في السوبر ولا لا؟ والله كابتن وهيب يعني برضو الموضوع ده مش يعني ما فيش قرار فيه او ما حدش وجه فيه بحاجة. لانك انت موضوع الزمالك الزمالك ما لعبش السوبر، النهائي السوبر الموسم اللي فات، هل ده انسحاب؟ يعني الموضوع برضو مش ما حدش بيتكلم فيه، واخد بالك؟ طبعا وجود الزمالك حاجه كويسه في ماتش السوبر، وخاصه السوبر هيختلف عن السنه اللي فاتت في اربع انديه، لكن ما تقدرش تقول حد حدد ولا حاجه الى اللحظه اللي بكلمك فيها يعني. والايام اللي جايه هتفصل بقى، انت عارف. ايوه يعني انت شايف ان هيشارك ولا مش هيشارك؟ يعني الكلام ده موجود من بدري ومتردد، والزمالك تقريبا ابتدى يخاطب كل الجهات رسميا. هل الزمالك في فرصه للمشاركه في السوبر؟ وارد طبعا، وارد ان مع تغيير الاداره في الزمالك وان يكون برضو كله حابب ان يكون في جديد في 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 المعامله مع الزمالك، وارد. لكن يعني انا بقول لحضرتك لا لا معلش معلش عيدها لي تاني. انت قلت كلمه يعني ما ينفعش ان انا اعديها، قلت وارد بعد تغيير الاداره، مش فاهمها. ايوه ممكن الاداره الجديده تقول لك احنا ما يعني احنا بنبدا صفحه جديده واحنا مش عاوزين نلتزم باللي حصل قبل كده. ما انا بقول لك وارد ده يكون مبرر لاعاده النظر في اشتراك نادي الزمالك. طب اللوائح اللي بتربط الكلام دوت اخبارها ايه؟ بص يا كابتن مهيب، كان المفترض ان عقب اعتذار الزمالك او انسحاب الزمالك يكون في قرار يطلع يقول الزمالك يتحرم من المسابقه اللي جايه. طب الكلام ده ما حصلش. هتيجي تتكلم بقى في المستقبل وتقول طب انا من سنه حصل، يعني انا بكلمك بمنتهى الصراحه يعني. ايوه احنا مش عايزين غير الصراحه. فانت اديت انت وربت الباب، فاديت فرصه ان ممكن اداره الزمالك الجديده تقول لك انا ما تتقلنيش عن ما حصل. أنا عاوز أشارك باعتباري المفروض إن أنا بطل حاجة في المسابقة أو ليا حق إن أنا أشارك في السوبر، والموسم اللي حصل قبل كده ما كانش قراري. أقول لحضرتك وارد، وده مبرر ليهم. يعني أنا بصراحة مش قادر أستوعب إن أنا المفترض أعقب على تصريح يرتبط باسم كبير زي نادي الزمالك ويقول لك الإدارة الجديدة تطلع تقول لك أنا ماليش علاقة بقرارات الإدارة السابقة. بهذا المنطلق يطلع اللاعب مثلا في نادي الزمالك اللي وقع مع لجنه سبتدير نادي الزمالك او وقع مع اداره سابقه يقول لك انا العقد ده وقعته مع الاداره السابقه، فانا بره الجيم ده يا جماعه، انا هكتفي بالفتره دي مع الاداره السابقه. يا جماعه الكلام يعني ما يبقاش بالشكل ده. نادي الزمالك اعتذر. مين اللي اعتذر؟ نادي الزمالك. مين ممثل نادي الزمالك في الفتره دي؟ مجلس اداره منتخب او مجلس اداره معين، هو في النهايه نادي الزمالك. احنا جايين هنا عشان نوضح البديهيات، فنبدا نتعاون من فكره او نتناول من فكره بما ان كان القرار مش قراري فاحنا ملناش علاقه يا جماعه بالقرار الماضي ده. طب ما بالتالي بقى نادي الزمالك عليه مديونيات للاتحاد المصري لكره القدم، ما نسقط المديونيات، ما نتكلم بقى في كل حاجه متعلقه ان الاداره اتغيرت. يا جماعه ده كلام بالنسبه لي ما ينفعش يتسال لعضو في رابطه الانديه، لان المسابقه دي اصلا متعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم. والحقيقة ما ينفعش نقف عنده لأن القرار واضح واللائحة واضحة ومفيش باب اتوارب. احنا حابين نوضح ان القرعة بتاعة البطولة اتعملت أساسا،
وان النادي الاهلي بطل الدوري هيواجه بطل كاس الرابطه، وان نادي بيراميدز وصيف الدوري هيواجه فريق فيوتشر رابع الدوري، لان نادي الزمالك ثالث الدوري معتذر والاعتذار منحه او طبقت عليه اللائحه بانه يحرمه الموسم ده. فجايين بعد اصلا ما اتعملت قرعه البطوله بنطرح الاسئله دي على اساس ان في متغير حصل وهو مجلس اداره جديد لنادي الزمالك. اعتقد الكلام ده مش في اي مجال، لا اعلامي ولا رياضي ولا له علاقه بلوائح ولا له علاقه بقوانين، وحاجه متعبه بالنسبه لي جدا الحقيقه. والله يا اسامه وانا بتفرج يعني على التصريحات دي كان عندي سؤال. شوف المسؤولين يا جماعه في اي حته بيسعوا دلوقتي لتطوير منظومه كره القدم، تطوير البطولات، زياده جوائزها الماليه، زياده البث، زياده حقوق الرعايه، او حتى زياده هيكلتها التنظيميه وتحويلها لمسابقات لها ابعاد اكبر. الاتحاد الافريقي بيعمل كده، شفنا الاتحاد السعودي ازاي طفره في الكوره، حتى اتحادات المغرب العربي، حاجات كتير جدا. باجي الاقي عندنا فن تاني يا جماعه خالص، فن صناعه الازمه. نحن نجيد زي ما الاخرين بيجيدوا، بس هم بيجيدوا احتراف، بيجيدوا تطوير، بيجيدوا امور في منظومه كره القدم. نحن نجيد صناعة الأزمة، بنتفنن في صناعة الأزمة، لدينا ابتكار وروح خيالية ورؤية واسعة وحلول غير نمطية خارج الصندوق دايما في صناعة الأزمة. ليه؟ أنا مش فاهم. لائحة وأمور وفرق يا جماعة محترفة لا يمكن إن أنت تسيء إليها بجملة أصل ما يمكن يحب يشارك، ما يمكن الإدارة الجديدة، إيه ده؟ هو إحنا مش عارفين إن ألف ب في أمور اسمها محاضر جمعية عمومية معتمدة من المديريات الشباب والرياضة؟ مش عارفين يعني إيه الالتزام القانوني لمجالس الإدارات المتعاقبة؟ إيه لو حب مجلس الإدارة ويقول أصله ملوش دعوة بالمجلس اللي قبله؟ إيه ده يا جماعة؟ أعتقد وأنا بشوف الكلام والله العظيم ما قصتي أشخاص أبدا، قصتي إن فعلا يا جماعة إحنا ليه بنجيد إن إحنا نبين لكل الناس إن إحنا منظومة غير محترفة؟ ليه؟ ما بيصعبش عليكم الكرة المصرية؟ ما بيصعبش عليكم حال الكرة المصرية؟ أعتقد والله الكرة المصرية تستحق أكتر من كده بكتير جدا، ونقدر نروح في حتة تانية بأدوات بسيطة أوي أوي، مجرد إن إحنا نتكلم صح بس، لا أكتر ولا أقل. ولكن يعني معانا فيديو هو يرد فيما يخص أصل الباب موارب مخرج يعني إن إحنا الباب كان موارب وأصل اللائحة وأصل المفروض كان يعتذر بعدها رئيس لجنة المسابقات نفسه، وهو بيعقب لأن أنا ما حبيتش أبدي وجهة نظر في القصة اللي تعلق بلوائح دي. مش مجال إن إحنا نعقب، دي مجال إن المختص فيها الأستاذ عامر حسين لتعقيب. نسمع عالي عشان نقفل إحنا الباب اللي متساب مواد. موقف الزمالك من السوبر خلاص منتهي؟ حسب قرار مجلس الإدارة طبعا بتاع الاتحاد هيتم اعلان خلال الاسبوع دوت على كل تفاصيل انا عارف كل تفاصيل الصغر ان شاء الله. الزمالك اللائحه هيشارك ولا مش هيشارك؟ انت مصمم لازم اللائحه تتطبق يا كابتن شيخ. ايوه اللائحه حضرتك بتقول ايه؟ اللائحه لازم تتطبق. ما انا عارف يا حاج عامر، اللائحه بقى بتقول ايه؟ ان هو ما يلعبش لمده موسم. ما يلعبش لمده موسم، تمام. ماشي. ما هو ده نفس الكلام اللي برضه سالت فيه احمد دياب ورده في الحلقه، قال لي ان اللائحه بتقول ان هو مش هيلعب في البطوله القادمه، فحضرتك بتاكد نفس الكلام؟ لان هو اعتذر والاعتذار كان قبلها بوقته وسمح ان نادي تاني يروح ولعب. صح ايوه، لو ما حدش يعني المباراه اتلغت ما اتلعبتش كان هيبقى في سنتين. سنتين. الباب مش موارب يا جماعه الا للي عايز يوارب الباب. حطوا تحت الجمله اللي انا بقولها دي 100 خط وفهموا ابعادها. الباب مش موارب الا للي لديه رغبه في ان هو يوارب الباب. استاذ عامر حسين رايه واضح فيما يتعلق بالانسحاب، فيما يتعلق بالعقوبه، فيما يتعلق بالراجل قال لك الحاله الوحيده ان المباراه كانت تكون اتلغت مش طرف انسحب. فليه الباب موارب؟ الباب مش موارب. حضرتك عايز توارب الباب دي قصه ثانيه، احنا بنقفل الباب، الباب يتوارب نقفل الباب. وللمره المليون والله هنا الكلام لا يتعلق بنادي الزمالك اطلاقا، لو نادي اكس كان هيبقى نفس الكلام. الموضوع يتعلق بالكره المصريه اللي والله تستحق مننا كلنا اكتر من كده. هو احنا ما دخلناش الحقيقه الزمالك طرف في الموضوع، الناس هي اللي بتدخله طرف في الموضوع، واحنا مش ردنا على مسؤول في نادي الزمالك، احنا ردنا على مسؤول في رابطه الانديه. والحقيقه فكره الباب موارب ده تصريح من الاستاذ عامر حسين عضو اتحاد كره القدم المصري من بدري قوي. طيب
نروح بقى لقصه. طب احنا سالنا اللي هو ثروت سويلم وهو عضو في رابطه الانديه، طب ما انا عندي اصلا رد من رئيس رابطه الانديه وبرده من بدري قوي النائب احمد دياب، خلونا نسمع رايه في قصه ازمه مباراه الاعتذار ام الانسحاب. ووضحنا الاعتذار لان المباراه اتلعبت في ميعادها وقدر نادي بيراميدز يلحق القصه، لكن لو ما كانتش المباراه اتلعبت في ميعادها فكان هيبقى ده انسحاب وبالتالي كانت تبقى العقوبه سنتين، فتم الاكتفاء بسنه واحده فقط لا غير. نروح للنائب احمد دياب ونشوف كان الباب موارب ولا الباب كان واضح جدا امام الجميع. يخص السوبر طبعا ده اتحاد الكوره مش الرابط، وهنا مش عاوز الناس تفهم دايما ان احنا ايه بتهربوا من بعض، بنهرب من بعض او بتباصوا لبعض، لا هي الفكره كلها ان ما حدش يتعدى على اختصاصات الاخر، في احترام بس في التعامل. فانا ما اقدرش اخد الحق ان انا اتكلم بلسان اتحاد الكوره. السوبر ده مسابقه بتنظمها اتحاد الكوره ليها لائحه. الاعتذار ليه عقوبه والانسحاب طيب هل احنا ماشي نطلع من الحته دي، هل احنا بنتكلم على بطوله جديده القادمه ولا بطوله قديمه؟ ما هو الرابطه جزء منها، يعني الرابطه في اللي هيكسب كاس الرابطه هيشارك طبعا، اكيد الرابطه جزء من القصه. هي المفروض بطوله مستحدثه ايوه بمسمى جديد تخضع للقواعد القديمه؟ المفروض طبعا تخضع للقواعد القديمه طبعا، المفروض تخضع للقواعد القديمه طبعا. يعني نتيجه انسحاب الزمالك المفروض ينفذ على البطوله الجديده طبعا. تمام طبعا طبعا، ما هي ما فيهاش، هو احنا بنتكلم لائحه. انت ردك الاستثنائي انت اللي بترده طبعا. الناس محتاره بقالها سنين في الاجابه دي، انت قفلتها طبعا. لا الناس ما كانتش محتاره ولا حاجه، واللقاء ده كان قديم واعتقد كان حاسم جدا، وعجبني جدا هي فكره التعدي على الاختصاصات، لان قلنا البطوله دي هي بطوله المنوط بتنظيمها هو الاتحاد المصري لكره القدم، ولكن اللائحه كانت واضحه للجميع. اعتذار سنه، انسحاب سنتين. الفارق بين الاعتذار والانسحاب هي موعد المباراة، المباراة اتلعبت في موعدها، اتلعبت في موعدها في نفس البلد المضيف في نفس البلد، اتغير الفريق فقط لا غير بعد اعتذار الزمالك أصبح بيراميدز، فأصبحت العقوبة سنة. طبعا البطولة الجديدة المستحدثة اللي دخل فيها بطل كاس الرابطة وبالتالي رئيس الرابطة بيتكلم عن هذه البطولة لأنه أصبح طرف في هذه البطولة، قال لك طبعا البطولة حديثة ولكن مرتبطة بلوائح بطولة السوبر المصري بشكله القديم، وهو كان بطل الدوري مع بطل الكأس. فالأمور واضحة تماما ومش محتاجة إننا أساسا نبدأ نتكلم ونقول إدارة سابقة وإدارة حالية ووارد ومش وارد، القصة منتهية. ولكن إحنا ربما بالفقرة دي رايحين نقفل بيبان بقى ممكن تتفتح، لا ده بيبان ممكن تتفتح بعد التصريحات دي، لأن تصريح من مسؤول. احنا هنطلع بالفقره دي، اي حد يفتح الباب هنروح رايحين بالفقره دي على طول، لان انتوا سمعتوا الاستاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، هو المشرف على لجنه المسابقات طبعا، النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه، وكمان نسمع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره عشان نسال السؤال مين اللي وارب الباب لما كل دول رايهم كده. نسمع الفيديو. البطوله السنه دي ان شاء الله هتتكون من اربع فرق، الأربع فرق هما الأربع فرق الأبطال، بطل الدوري ثم وصيف الدوري ثم بطل كأس مصر ثم بطل كأس الرابطة. البطولة الجديدة اللي ولدت قوية برضو، ولدت عملاقة برضو. في احنا عندنا اوريدي ثلاث فرق اتحددوا بالنسبة للبطولة، بطل الدوري المصري نادي الأهلي، وصيف الدوري المصري نادي بيراميدز، وبطل كأس الرابطة نادي سيراميكا كليوباترا. يتبقى لينا بطل كأس مصر، واحنا لسه في الدور اللي قبل النهائي اللي ان شاء الله هيتلعب خلال الايام. عندنا اربع فرق بتتنافس على كأس مصر، نادي الاهلي ونادي امبي هيلعبوا مباراه، نادي الزمالك ونادي بيراميدز هيلعبوا مباراه. اوريدي نادي الاهلي ونادي بيراميدز حاصلين على بطاقه التاهل لبطوله السوبر، هيتبقى لنا فريق من ما بين نادي ام بي ونادي الزمالك. للاسف الشديد نادي الزمالك اعتذر الموسم اللي فات عن المشاركه في البطوله، فبالتالي مش هيقدر يشارك في النسخه دي من بطوله كاس السوبر. هيليه لو نادي ام بي فاز في مباراته مع النادي الاهلي وصعد للدور النهائي، سواء فاز بالكاس او طلع وصيف الكاس، هيبقى هو الفرقه الرابعه. لو نادي ام بي ما وصلش للمباراه النهائيه، هنبص على الترتيب الجدول الدوري، اللي بيلي نادي الزمالك في المركز الرابع هو نادي فيوتشر.
يعني احنا منتظرين مين اللي هيحصل على البطاقة الرابعة للتأهل لكأس السوبر للأندية الأبطال. طيب سمعنا الأستاذ عامر حسين، النائب أحمد دياب، والأستاذ وليد العطار، التلاتة بيقولوا إن مفيش باب موارب، ولكن أنا عايز أروح لحتة تانية. خلينا نتفق، وأنا عشان أكون إنسان موضوعي وبحترم المتلقي اللي بيسمعني وبحترم المنطق، النادي الأهلي فريق جماهيري معاه تلات فرق شركات، سيراميكا وفيوتشر وبيراميدز. هل الزمالك يضيف قوة البطولة؟ آه، دي مش محتاجة، وإلا نبقى بنضحك على نفسنا. طيب هل عشان الزمالك يضيف قوة للبطولة نطلع نسيء لشكلنا ككرة مصرية؟ هل نقول إيه رأيكم نخليها الأهلي والإسماعيلي والزمالك والمصري؟ نار بطولة، نار. بس مفيش كده يا جماعة، في يا جماعة تصريحات من مسؤولين، وفي حفل البطولة رسمي اتقال فيه الأربع فرق المشاركة بالأسماء. ما ينفعش يا جماعة، والله ما ينفع. محتاجين نخاف على كرة القدم المصرية أكتر من حبنا لبعض الأندية. تاني، محتاجين نخاف على سمعة وصورة الكرة القدم المصرية أكتر من حبنا لبعض الأندية. خليني أقول لك حاجة بخصوص الأندية الشعبية دي، لأن الأستاذ عامر حسين تعرض لسؤال مباشر كده، إن ممكن البلد المنظم وهي دولة الإمارات تكون عندها رأي إن نادي الزمالك نادي له شعبية، وبالتالي ممكن السماح للزمالك بالمشاركة. فكان رد الأستاذ عامر حسين واضح جدا، إن هذه البلد أيضا بتحترم اللوائح والقوانين طبعا الخاصة بالكرة المصرية، وبالتالي الأمر مفهوش على الإطلاق أي محاولة لطرح اسم نادي الزمالك طالما اللوائح والقوانين بتقول اعتذار، يعني استبعاد المنتسب. أسامة، حتى ده كان ممكن يخضع في البداية لو أنت بتنظم تقول في فريق يحدده الاتحاد المنظم. تو ليت، يعني زي يا جماعة ما بتتقال، تو ليت. خلاص احنا أعلنا وأعلنا الفرق وبتاع، فجزء يا جماعة من الاحترام لاحتراف الكرة القدم المصرية احترامنا لنفسنا وشكلنا، احترامنا للأندية اللي أسمائها اتقالت سواء بيراميدز أو فيوتشر أو سيراميكا. ما ينفعش يعني، بجد ما ينفعش. نقطة مهمة يا فارس، الأهلي لعب مع بيراميدز تمام، السوبر مصري نجح. جانب واحد، خلينا نقول ان طبعا مشاركة الزمالك ستزيد البطولة قوة بالتأكيد، ولكن هل اضحي بسمعة وشكل كرة القدم المصرية؟ اسامة، مع اي حاجة السوبر لو في السعودية او في الامارات او حاجة بين اكتر فريقين جماهيريين، مختلف عن السوبر ما بين فريق اللي هو اقوى جماهيري وفريق مش جماهيري. بس هل الناس ممكن تيجي تعمل بطولة عندك في مصر فتغير عشان خاطر الباب يبقى مبارد؟ فجماعة اللي احنا بنتكلم فيه هنا لا تقليل من اندية ولا عدائية تجاه اندية، احنا بنتكلم في حاجة تانية خالص. احنا بنتكلم في شكلنا، احنا بنتكلم في سمعة الكرة القدم المصرية، بنتكلم في حاجات تطبيق لواحد حزينة أسامة، ان هي بتحصل عندنا بس في وقت بتشوف الناس بتاخد حوالينا خطوات. بقيت ازعل من كلمة ان احنا نقول نتعلم، عيب، لان احنا دولة في الرياضة رائدة، لها تاريخ يا أسامة ولها رائدة اسم. طبعا طبعا دولة رائدة، فناخد بالنا، ناخد بالنا من نفسنا ومن صورتنا، وناخد بالنا ان لسه معانا فقرات تانية بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وعندنا توقف دولي، عندنا توقف دولي، عندنا مباريات لمنتخب مصر، عندنا يعني تصفيات الصعود لكاس العالم اللي كلنا آملين وقادرين اننا نكون متواجدين في النسخه المقبله، خاصه وان انت في مجموعه في المتناول بشكل كبير جدا. عدد الفرق اللي صاعده من افريقيا اعتقد يعني هيبقى شكلنا سخيف جدا جدا، لو لا قدر الله لم يحالفنا النجاح والتوفيق في الصعود. اعتقد صعود بنسبه كبيره 99% ان شاء الله بدون مقاطعه هنكون في كاس العالم القادمه، كلنا ثقه في رجال منتخب مصر بالتحفظات بالسلب. انت بصيت لي اول لما قلت 99%، ده التشاؤم بتاع رضا غانم. ما انت فاهم، لازم نبقى سايبين الباب موارب، هنا لازم توارب الباب. فطبعا كل التوفيق لمنتخب مصر بقياده طبعا روي فيتوريا اللي اعلن عن القائمه. قبل ما ندخل في موضوعات وتصريحات روي فيتوريا، يعني محتاجين نستعرض قائمه المنتخب المصري اللي بتضم سباعي من النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي ومحمد صبحي واحمد الشناوي، في خط الدفاع
محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم واحمد سامي ورامي ربيعه ومحمد حمدي واحمد فتوح. في خط الوسط طارق حامد، مروان عطيه، محمد النني، امام عاشور، احمد سيد زيزو، محمود حماده وحمدي فتحي. خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات. 7 لاعبين من النادي الاهلي تم اختيارهم لمنتخب مصر، الشناوي وهاني وربيعه ومنعم ومروان عطيه وامام عاشور وحسين الشحات. يمكن البعض تفاجأ من استبعاد كهربا، والحقيقه بالتاكيد استبعاد كهربا بيطرح علامات استفهام، خاصه ان اللاعب هو هداف النادي الاهلي في بطوله الدوري الافريقي، وقصه ان هو موقوف في الدوري هو يعني الى حد بعيد مباريات الدوري اللي كان اتلعب مباراتين فقط لغير. ولكن في النهايه احنا مع راي المدير الفني، اكيد زعلانين ان كهربا مش في المنتخب وهو اضافه بالتاكيد، ولكن في النهايه المدير الفني المسؤول الاول وهو اللي بيحاسب على النتائج. واحنا هنا دائما وابدا يا فارس بنقول حتى لو عندنا تحفظ على اختيار، دي مسؤوليه مدير فني، ده شغله طبعا طبعا. واحنا يا جماعه عندنا دايما احترام لمدير الفني المنتخب ورؤيته. يمكن النادي الاهلي بيمثل 7 لاعبين في منتخب مصر، واعتقد ده العدد الاكبر، بخلاف 4 لاعبين اصلا سواء كان من ناشئين النادي الاهلي او لعبوا للنادي الاهلي، زي تريزيجيه وزي حمدي فتحي وايضا زي مين تاني موجود معانا. النني بس يعني ما لعبش فريق اول، لا ده انت عندك كمان محمد حمدي، ومحمد حمدي لاعب بيراميدز. فانت طبعا عندك ده ليه بقوله؟ لان ده يا جماعه رصيد المنتخبات وشخصيه اللاعب اللي انت بتصنعه اللي يكون مؤهل ان هو يلعب شريف للمنتخبات. ومحمد شريف انا النني هو اللي انت قلته كمان فعلا، النني ايضا من ناشئين النادي الاهلي. ولكن ده يا جماعه عايزين نقول ان النادي الاهلي طول الوقت، عشان بنرجع نتكلم فقرات كتير جدا عن دور النادي الاهلي مع المنتخبات الوطنيه، نتمنى للمنتخب كل التوفيق. اعتقد يعني مهمه المنتخب تتعلق بحاجه اساسيه، وهي ان انت جات لك الفرصه، جات لك الفرصه، وما تخليش ده طموحك ولا دي مرحلتك. مرحلتك اللي بعد كده لما تتواجد في كاس العالم ان شاء الله تحقق ايه، ولكن قبلها عندنا اختبار في كاس الامم. اعتقد يا اسامه اختبار تقيل جدا، اختبار تقيل، لان المنتخبات الافريقيه بتتطور، الكره الافريقيه بتتطور، ما بقاش في حاجه اسمها منتخب ضعيف. واعتقد يعني ده اختبار حقيقي لفيتوريا بالتاكيد، خاصه ان انت دايما وابدا بتبني على انت حققت ايه مع المدير الفني السابق، عشان لما يجي مدير فني جديد يقول لك ان انا قدرت احقق نجاح. بمعنى كارلوس كيروش قدر مع المنتخب المصري يصل الى المباراه النهائيه. قول بقى تحفظاتك على الاداء، على الاكسترا تايم، طول الادوار الاقصائيه، قول اللي انت عايز تقوله، ولكن في النهايه هو وصل لمباراه نهائيه، كانت ركلات الحظ الترجيحيه عامل اساسي في انك تخسر البطوله. انت متخيل المستوى الفني اكيد لمنتخب السنغال كان اعلى من المنتخب المصري، ولكن في النهايه كره القدم بتعترف بالبطوله. انت رحت لعبت النهائي، وصلت لركلات ترجيح، فقدت اللقب. وكان المشهد الشهير لتريزيجيه مع محمد صلاح ان دي تاني بطوله بنخسرها، وشفنا مشاهد مؤسفه، ولكن في النهايه انت وصلت المباراه النهائيه. فانت داخل بتحدي ان انت عشان تقول انا اديت اضافه، هيبان الاضافه دي على مستوى الاداء في البطوله، على مستوى النتائج. طب ايه النتائج اللي انت محتاجها او ان انت يفتقدها هذا الجيل؟ الجيل ده وصل 2 نهائي امم افريقيا، خسر الاثنين نهائي، محتاجين ان انا احقق البطوله. بالتالي هتبقى اضافه، وبالتاكيد تاريخ كبير للجيل ده، وتاريخ كبير لروي فيتوريا اللي هو بيتعامل مع منتخب مصر بشكل تبع لتصريحاته ان هو حابب جدا قياده المنتخب المصري، واختيار بالنسبه له اختيار موفق من وجهه نظره، وحابب هذا الاختيار. فنتمنى ان شاء الله يكون امم افريقيا هو الاختبار الحقيقي اللي ينجح فيه روي فيتوريا، ونبقى ابطال هذه القاره، لان الحقيقه بعد قوي اللقب عننا، او احنا بعدنا قوي عن تحقيق اللقب منذ 2010. نتمنى ان شاء الله هذا المنتخب يحقق اللقب، وباذن الله يكون دفع لاستكمال تصفيات كاس العالم بالصعود وصداره المجموعه. لكن عندنا موضوع خلينا نتكلم فيه من اجل القاء الضوء على طريقه روي فيتوريا وافكار روي فيتوريا وشخصيه روي فيتوريا، اللي اصبح واضح جدا ان هو حتى حريص على انه يقول ان انا القرار الاول والاخير ليا. وهنا من حق جماهير نادي الزمالك او المسؤولين في نادي الزمالك ان هم يختلفوا مع اختيار روي فيتوريا للاعبين تم صدور قرار ضدهم.
زي ما احنا في اوقات كتيره جدا اختلفنا مع الكابتن حسن شحاته كجماهير صحيح. على انضمام عصام الحضري. ليه؟ انا لاعب، انا كمشجع شايف ان لاعب عامل مشكله معايا كنادي، فانا بفكر ليه تعمل معاه كده. ولكن طلع وقتها الكابتن حسن شحاته وضم الكابتن عصام الحضري ولعب بيه وديه الارجنتين اللي هزمنا فيها 2-0 قبل الكابتن حسن شحاته، وهو مدير فني قدير وله اسم من ذهب في تاريخ وسجلات كره طبعا. القدم المصريه بتحقيق 3 امم افريقيا متتالي. سبق الكابتن حسن شحاته الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، المدير الفني للمنتخب الوطني، اللي الحقيقه كان دايما اتحاد كره القدم يدور على طول على فكره ان اول لما تتزنق روح للجوهري. فحصلت ازمه ابراهيم سعيد الشهيره، وتم توقيع عقوبه انضباطيه على اللاعب من قبل النادي الاهلي، ولكن الكابتن محمود الجوهري اصر على انضمام اللاعب للمعسكر. كان في هجوم من كابتن صالح سليم طبعًا. على الموقف يعني طبعًا. حق اصيل بالظبط. وبالتالي احنا هنا مش جايين ننتقد اي مسؤول في نادي الزمالك او حتى نعقب على تصريحات مسؤولين، لان ده حق اصيل بالنسبه لهم، ولكن احنا جايين نلقي الضوء على روي فيتوريا. والمعيار اللي هنقبله هنا مع لاعبي نادي الزمالك مع روي فيتوريا بالتاكيد هنقبله لو اتحقق مستقبلا مع النادي الاهلي، زي ما كان عندنا وقفه من خروج لاعبي نادي الزمالك من معسكر المنتخب، وقلنا وقتها لا، لما يجي للنادي الاهلي تعارض مواعيد من حقنا كنادي اهلي نطالب بخروج اللعيبه من المعسكر، وده حصل في مباراه السوبر. اعتقد روي فيتوريا مع الخبرات السابقه اللي عاشها مع كره القدم المصريه اصبح واضح بالنسبه له ان هو لابد ان يكون هو الكلمه الاولى والاخيره له، ومصلحته اللي هي من مصلحه منتخب مصر اهم من مصلحه كل الانديه. نطلع نشوف تعقيب روي فيتوريا على انضمام محمد صبحي واحمد فتوح بعد عقوبه نادي الزمالك ضد اللاعبين. السيزون فينال اسمبر مينيا. في الاول وفي الاخر القرار النهائي هو قراري انا كمدرب فريق. Eu tenho a possibilidade de ouvir fundamentalmente a minha equipa técnica que dá a sua opinião. انا طبعا عندي الامكانيه عندي الامكانيه ان انا بسمع الجهاز الفني بتاعي وبيدي كل اراءه وبنناقش معاك اي حاجه احنا التيزون فينال متعلق بالمنتخب foi dada agora pela primeira vez às 10 às 12 e 20 salvo erro. القرار النهائي هو بيكون قراري انا ماشي، ويمكن القرار النهائي زي ما صدر قدامكم تقريبا الساعه 12 و20 دقيقه كان هو ده القرار النهائي بالليسته النهائيه لمعسكر المنتخب. Ninguém sabia em concreto qual era a minha decisão final. ولا اي حد كان يعرف ايه هو القرار النهائي اللي انا هتخذه في النقطه دي. Este é ponto para esclarecer. دي نقطه لازم اوضحها كويس قوي قدامكم. Em relação aos jogadores. بالنسبه للاعبين. Aquilo que nós sabemos oficialmente. اللي احنا عارفينه ووصل لنا بشكل رسمي. É que os jogadores foram suspensos pelo clube no domingo, salvo erro. ان يوم الاحد الماضي تم ايقاف اللاعبين من النادي. E que a decisão sobre a sua suspensão, sobre o resultado dessa suspensão, ainda não está decidida. E o قرار النهائي anteriormente decidida. E o قرار النهائي حسب يعني ان هو يستمر ايقاف او مش يستمر ايقاف او موقف اللاعب دي هيتم تقريرها فيما بعد. Portanto, não sabemos o que é que na realidade vai acontecer e espero que as duas partes, jogadores e clube, se entendam, quer estes, quer todos. طبعا انا ما اعرفش هو القرار النهائي اللي هيتخذه النادي، بس انا اتمنى ان طبعا يحصل اتفاق او وفاق ما بين اللاعبين وما بين النادي ويكون الامور كلها كويسه. Esta decisão é uma decisão técnica. القرار يعتبر قرار فني. São dois jogadores que eu gosto. اثنين لاعبين انا شخصيا. Que entram dentro do perfil daquilo que eu entendo que deve ser um jogador de seleção. انا شخصيا معجب باللاعبين على اساس ان هم يعتبروا لاعبين، انا شايف ان هم لاعبين حقيقي، لاعبين منتخب. Durante os nossos estágios e do período de convivência conosco, não tiveram ainda qualquer problema em termos de disciplinares, não tiveram qualquer problema conosco, portanto, um relacionamento muito bom, equipa técnica e jogadores. اللاعبين قدوا معنا معسكرات كتير قبل كده، واثناء المعسكرات اللي فاتت ما كانش في اي مشكله خاصة باللاعبين أو أي مشكلة متعلقة بيهم، فعلاقة كويسة ما بين الجهاز الفني واللاعبين. رسالة مهمة جدا بيأكد عليها روي فيتوريا، ويمكن يستخدم كمان توقيت الإعلان عن القائمة عشان يؤكد على إن هو صاحب القرار الأول والأخير، ده أكد عليه.
القائمة صدرت في تاريخ بساعة 12 حتى قالت ساعة وقتها 12 و20 دقيقة عشان يأكد على فكرة دقة التوقيت ويأكد ان ولا اي حد كان يعرف الاختيار ده وان الاختيار ده قراري. بتعاون مع الجهاز الفني والمعاونين ولكن في النهاية انا صاحب الكلمة الاولى والاخيرة. وتحدث عن ايقاف اللاعبين وقال انا اللاعبين بالنسبة لي قصتهم ان هم لاعبين ملتزمين معايا من الاخر كده، هم ملتزمين معايا وانا شايف ان انا محتاج ليهم وانا شايف ان هم في المعسكرات السابقة كانوا منضبطين وفاهميني بشكل او باخر. ممكن تيجي عند بعض اللاعبين وانا شخصيا عندي تحفظ شوية على اختيار محمد صبحي ولكن زي ما قلت هو قرار المدير الفني. انا شايف ان في حراس مرمى كانوا يستحقوا الفرصة دي نظرا للمستوى الفني بعيد عن عقوبة نادي الزمالك من عدمها، انا بتكلم على المستوى الفني. لا في حراس مرمى زنفولي ظهر بشكل كويس، بسام حارس سيراميكا ظهر بشكل كويس، كان ممكن ياخدوا فرصة خاصة وان انت يعني مستقر على ان محمد الشناوي الحارس الاول وحتى احمد الشناوي برغم التحفظ ولكن في النهايه هو لعيب دولي وحارس مرمى دولي. لكن كل ده كلام فني، لكن الكلام اللي بيتكلم عنه روي فيتوريا ان العقوبه دي لسه مش حاسمه مع نادي الزمالك غير ان اللعيبه دي معايا منضبطه في المعسكر. ده فارس جزء من طبعا وجهه نظر المدير الفني، بالتاكيد الجزء الاخر طبعا لتوضيح الصوره كامله للمدير الفني معاك. بس انا عايز اخد حته مهمه جدا يا جماعه، انا ده اللي هممني انك تستنبطه من عقل روي فيتوريا، الا وهو ان هو مش هيجي مع كابتن حازم تاني. ببساطه اقول لك يعني القصه، الراجل يا جماعه كان عنده حرص شديد جدا يوصل رساله ان انا صاحب قراري وان من الاخر اللي اتلسع من كابتن حازم ينفخ في الزبادي. ليه؟ عايز اقول لكم ابعاد وكواليس موقف. الموقف بتاع خروج اللاعبين بتوع نادي الزمالك اللي حصل قبل كده في مباراه إلكت التشادي كان الجزء المحرك الاساسي ليه في اقناع فيتوريا بالموضوع كابتن حازم بصفته المشرف على المنتخب. وكان فيتوريا بعدها لما شاف ردود الافعال وشاف الموقف صرح قبلها مبكرا ان الموقف ده لن يتكرر تحت اي ظرف مع اي فريق. وجينا هنا في الاهلي خط احمر وقلنا لا مش بمزاجك، طالما انت حطيت قاعده لازم تبقى عارف ان هي بتسري على باقي الانديه. لما جه ده حصل مع النادي الاهلي، روي فيتوريا كان عنده رغبه شديده ان هو يكون عنده موقف ان ده مش هيحصل، ولكن النادي الاهلي كان بيستند لموقف قوي ان انت كان لك سابقه مع احد الانديه المصريه وعملت ده. فربما هنا كانت نهايه القصه ما بين قناعه فيتوريا وان هو يوجه من قبل كابتن حازم، وكان لدي موقف النهارده بيبرهنه ان ده. حتى بعد موقف النادي الاهلي روي فيتوريا قال ايه؟ بالبلدي كده يا جماعه شطبنا، احنا كده خلاص منتخب مصلحته تتعارض مع مين ما تتعارضش مع مين انا ما اعرفش حد. بيترجم ده التصريح ده يقول لك ان هو بيترجم ده، ولكن ان هو يعني انا مش خلاص مش هركب في نفس القطر اللي راح فيه كابتن حازم، يعني لان انا عارف ان تبعات ده ايه. طيب هو استنتج من ده امر يخص فلسفه العلاقه ما بين اللاعب في ناديه ومنتخبه. نسمع روي فيتوريا قال ايه ونرجع نعقب لان في كلام مهم جدا في النقطه دي. Nestas coisas não podemos ir pelo não quero ir por aquilo que é o disco que disse, pelas as redes sociais, pelas opiniões que se vão vão circulando, mas sim por aquilo que é factual. فانا طبعا دوري دلوقتي ان انا مش بمشي ورا اي كلام بيتقال في الميديا او اي اشاعه بتطلع او اي حاجه زي كده، انا بمشي ورا حاجه واقعيه. Os jogadores foram suspensos no domingo e hoje é quinta-feira e fiz a lista. Não jogaram um jogo, dois jogos. Se eu entendo que é para vir, o jogador vem. طبعا اللاعبين هم تم ايقافهم من يوم الاحد والنهارده الليستة بتطلع يوم الخميس، الفرق تقريبا بس اربع ايام ماشي، فلسه ما نعرفش هو القرار النهائي وعلى اساس كده انا قلت اللاعب يجي. O futuro e o que houver a seguir, depois logo teremos tempo de analisar. ماشي، هيحصل بعد كده بقى القرار النهائي اللي هياخده النادي ده مستقبلا، ومنه احنا هنبتدي نشوف هنتعامل ازاي مع الموقف. Mas queria vos deixar aqui dois exemplos para nós entendermos qual é a minha forma de pensar. بس انا برضو احب اوصل لك دلوقتي مثالين عشان تبقى عارف احنا بنفكر ازاي في الامور دي بالذات. Vamos imaginar que no dia 26 de dezembro. تخيل مثلا يوم 26 ديسمبر. Um dos jogadores que joga pela Europa, o egípcio nosso que joga pela Europa. لاعب مصري مثلا سواء بيلعب هنا او بيلعب في اوروبا مثلا. O clube suspendeu. حصل اي مشكله ما بينه وما بين النادي والنادي يعني وقف اللاعب. E se às vezes o jogador for suspenso é porque alguma coisa se passou.
اكيد يعني عشان يتم ايقاف اللاعب حاجه حصلت. عشان كانوا فو كونفكار نو دي 1 جناير بوكان. طب تتوقع ان انا يوم 1 يناير وانا بقدم لسته امم افريقيا هستثني منها اللاعب ده؟ سي سا كونسيرو فو. يعني لو ده اللي هيحصل؟ لا. مش جادور فو اسبيس ما زون داكيلش كناش كونتامز كو فو. اللاعب بالنسبه لي تم ايقافه بس من اللاعبين اللي انا بعتمد عليها ورايحين لمنافسه مهمه. اوتر اكزامبل مونت كوريوز. مثال تاني برضو وعشان يكون باين فيه اكتر. سي اوغون جادور داكي. No estágio que vem, tiver um conflito comigo ou com qualquer, qualquer elemento da equipa técnica e até tenha que sair do estágio. لو حصل مثلا على سبيل المثال ان في المعسكر القادم ان في حصل خلاف مثلا ما بين لاعب وما بين الجهاز الفني او ما بين المدرب في معسكر المنتخب. O clube quando ele lá chegar vai pô-lo vai afastá-lo. وتم استثناء اللاعب المعسكر، تتوقع ان اللاعب هيرجع للنادي بتاعه، هيتم استثناءه من النادي برضه؟ Não sabendo ainda exatamente o que é que aconteceu, o que é que está em causa, a investigação. فاحنا دلوقتي لسه ما ظهرش قصادنا اي حاجه يعني ايه اللي حصل بالظبط وايه السبب لكده، لان اللي وصل لنا ان اللاعب او ان اللاعبين ما زال في مرحله التحقيق. طيب، روي فيتوري يا جماعه بيشرح وجهه نظر تاريخي لوجهه النظر، بمعنى ايه؟ بمعنى هل المبدا اللي قاله ده فيما يتعلق بي انا كاهلي راي منه ايه؟ طيب وجهه نظره ان هو شايف ان علاقه اللاعبين بالمنتخبات تنفصل عن علاقه اللاعب بالنادي بتاعه. انا عندي قناعه ان مش بالشكل المطلق ده، يعني عندي تحفظ على الشكل او الصوره المطلقه اللي اتقالت، لان لو لاعب مثلا ممتنع عن التدريبات مع ناديه، عمل موقف غير اخلاقي كبير، عمل حاجه، مفترض ان ده ينعكس بصداله ان المنتخب نوع من انواع التكريم او نوع من انواع اعلى ليفل او اعلى مستوى ممكن اللاعب يلعب فيه. فبالتالي انا لدي راي ان لو الامور يعني كبيره او الامر يستدعي او الواقعه فنيه مؤثره تدل على سياق اللاعب ان هو مش مركز او مش منضبط او غيره، مفترض ان ده المدير الفني يقيمه ما يقولش انا بمعزل عنه. ولكن ايه هو السياق التاريخي اللي انت عايز تتكلم فيه؟ هقول لك. هنا جه روي فيتوريا قال وبالتالي وده بالطبيعي ان لو لاعب مع المنتخب عندي عمل مشكله مش طبيعي انت كنادي ان انت هتاخد قرار انضباطي ضد اللاعب عشان عمل مشكلة مع المنتخب. لا، هنا بقى روي فيتوريا ربما بيتكلم في فكرة مطلقة، بس انا عايز اقول له حاجة من تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعة منظومة دايما متفردة، ودي حاجة انا دايما بقول كل ما ترجع للتاريخ هتعرف اختلاف النادي الاهلي، لان في الحاضر ممكن الامور تختلط عليك، انما لما تيجي تقيم مواقف تاريخية هتعرف قد ايه الرؤية بينالك من بعيد، فانت عارف تقرر. النادي الاهلي يا جماعه في 21 يونيو ماتش مصر والمغرب 21 يونيو 97 كان منتخب مصر بيلعب في تصفيات امم افريقيا مع منتخب المغرب، تصفيات امم افريقيا 98. كابتن ابراهيم حسن عمل اشارات لجمهور المغرب، اشارات مرفوضه او اشارات خارجه. كابتن صالح سليم قرر في نفس اليوم ايقاف اللاعب 6 شهور عشان حاجه عملها مع المنتخب. هو هنا روي فيتوريا ما بيتكلمش في صواب مطلق او خطا مطلق، انا بتكلم هنا ان لا، في يا جماعه منظومه بصوا ليها طول عمرها مختلفه، وهي النادي الاهلي طول عمره لديه افكاره ومبادئه اللي البعض بيجي دلوقتي يقول لك يعني ايه مبادئ؟ هو في حاجه في الكوره اسمها مبادئ؟ هو في حاجه في انا لدي مبادئ وثوابت اخلاقيه مختلفه عن اي حد، هي اللي خلتني عمرو الدرديري وقتها اللي هو طبعا يعني صحفي كان موجود في قناه الزمالك ويعني كان له مواقف بتنتقد الاهلي مؤخرا، كان هو صاحب منشطه الاهرام يا جماعه تاني يوم الواقعه في 22 يونيو 97 كتب ايه؟ كتب النادي الاهلي وصالح سليم قرر ايقاف ابراهيم حسن قبل ان يخضع للتحقيق في اتحاد الكوره. فده كان اشاده بقد ايه النادي الاهلي متفرد. عشان كده بقول لكم يمكن في سياق الحاضر البعض نتيجه توجهات او اهداف بيختلط عليه او نتيجه مصالح، ولكن لما نيجي نرجع وتشوف حاجه اسمها السياق التاريخي تعرف قد ايه النادي الاهلي نادي يا اسامه متفرد. الحقيقه فارس وانت بتذكر الواقعه دي احنا طبعا عارفين انها مباراه مصر والمغرب، يعني ده بترد الى حد بعيد على كلام كابتن حسام حسن اللي انا من وجهه طبعاً. نظري قال كلام انا مختلف معاه، واعتقد ان هو لو راجع نفسه وشاف الحالات اللي احنا اتكلمنا فيها هيتراجع في الكلام ده. قال اللعيبه دي لو في النادي الاهلي ما كان يجرؤ احد على يعني ضمهم للمنتخب. طب ازاي؟
ده احنا كابتن حسام، وطبعا هو استشهد بواقعته لما تم ايقافه لمده 6 شهور ان هو لم ينضم للمنتخب، ده وارد امور فنيه مع منتخب مصر، لان انا عندي ما ينفي هذا الكلام واتكلمنا عنه بشكل واضح جدا. هروب عصام الحضري وعوده عصام الحضري للتدريبات، وقتها رجع عصام الحضري وقال انا تحت امر النادي الاهلي ومتقبل اي عقوبات، وهو في نفس الوقت بيصور فيديو يرفعه للفيفا ان هو بيتدرب منفردا وده ضد لوائح الفيفا و و و، وقال بالظبط كده في وجود الباشمهندس عادل القيعي وقتها ضيف مع الكابتن احمد شوبير، انا هلعب في منتخب مصر غصب عن التخين. جمله اتقالت نصا لا ابالغ، ولعب مع كابتن حسن شحاته، وكابتن حسن شحاته وقتها قال لك دي مصلحه المنتخب. صحيح. طب ما النادي الاهلي يا كابتن حسام يعني اهو عنده مشكله مع ده، ومشكله ابراهيم سعيد اللي اتكلم عنها الكابتن صالح سليم تحديدا مع الكابتن محمود الجواري، والكابتن محمود الجواري قال لك مصلحه المنتخب، وكان بيدرب ابراهيم سعيد منفردا، كان بياخده يدربه ويجهزه عشان يضمه للمنتخب، ولاعب عادي جدا والقصه مرت عادي جدا. فان كابتن حسام حسن تحديدا بعد واقعه ابراهيم يطلع ويقول التصريح ده، لا انا مختلف تماما تماما، واتمنى يراجع تصريحاته ويراجع الوقائع دي، لان يا جماعه القصه اللي بتتصدر دايما ان النادي الاهلي فوق القانون، النادي الاهلي فوق اتحاد الكوره، النادي الاهلي فوق المدير الفني للمنتخب، وده اللي دايما بيتصدر، فالناس بتصدق وبتبدا اوتوماتيك تردد اللي هو اتعودنا تسمعه. فاحنا هنا دورنا ان نقول لا، نقطه نظام، الكلام ده مش حقيقي، من حق المنتمين لنادي الزمالك يزعلوا زي ما احنا من حقنا نزعل، ولكن في النهايه فارس بنمنح المدير الفني الصلاحيات الكافية. طبعا وربما كابتن حسام حسن يعني يريد ان يستعيد بعض الامور الخاصه بحظوظه في التواجد في فرق كان لديه مشكله كبيره معاها، ولكن ده ايضا نفس عهدنا في خط احمر ما يكونش على حساب النادي الاهلي. عايزين نبارك بس الاهلي طبعا في كرة اليد. الاهلي في كره اليد قدر يفوز على الكويت الكويتي ويلعب على الخامس طبعاً والسادس، فرص في اللعب على المركز الخامس حتى والسادس. السيدات فازوا على الزمالك منذ قليل 24 يعني هي بطوله كانت صعبه، وانت اهدافك فيها لازم الجمهور ايضا مدركها، مدرك ان ده مستوى تنافسي كبير جدا، ولكن ان شاء الله في كل الاحوال يتراجع فريق يرجع لمستواه، ولكن يظل النادي الاهلي خط احمر بجمهوره وادارته ولاعبيه.